في ياسمين الصبح؟ تصدق ان انت بتستهبل؟ انا فحت نفسي من الصبح وانت لسه نايم. هقوم اهو. انجز، الساعة 9 واحنا ميعادنا 11، والبس بدلة، احنا رايحين نقابل وزيرة، مستوعب ده ولا لا؟ ده على اساس اني باجي الشغل بالبوكسر؟ يلا فيلا عشان اجهز. بص، اللوجو ده احلى ولا ده؟ ده الاصفر طبعا. مع اني حسن الاحمر احلى للكامبين، كاتشي كده للعين. اه ده كاتشي عشان انت اللي مصمماه. انا بقول لك بقى الاصفر اللي انا مصممه هو اللي احلى. طب على العموم احنا هنوريهم التو لوجز وهما اللي يختاروا. هيختاروا الاصفر طبعا. عارفه ليه؟ عشان انت سودة من جوه. ويلا بقى فيلي عشان بدور على البدله تحت المخده. ايه فيلي؟ اهدي لي تقلها صباح الخير. دي عايزه ايه دي على الصبح؟ احنا كنا مع بعض طول الليل. مورنينج يا بيبي. ايه ده؟ انت بتسموك من بدري كده ليه؟ غلط يا بيبي على صحتك. ده على اساس ان اللي في ايدك ده كركديه. ما تيجي؟ لا لا انا عندي ميعاد مهم اخلصه واكلمك. طب خليه ينفعك، ادعي لك. لا لا انت بالذات ما تدعيليش. لا 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 بجد مش قادره اصدق، مش معقول. طب انا هتصرف واعمل ايه دلوقتي؟ انا مش فاهمه، جوزك ده مجنون؟ يعني ايه مصمم؟ اعمل ايه بس يا مدام سميه؟ ما هو قال لي طالما طلعتي حامل يبقى لازم تقعدي من الشغل. خايف ده على اساس بقى انك عروسه جديده مش مخلفه تلات عيال قبل كده؟ ما هو نفسه في الواد، وهو حاطط امل كبير قوي المره دي، عشان كده قال لي لازم ترتاحي. بس انا هولد من هنا وانزل الشغل من هنا، وربنا يعيننا بقى على مصاريف الولاده. ما تخافيش يا سعيد، ان شاء الله هقدر لك فوق مرتبك 3000 جنيه كمان. 3000 كويسين. لا واضح ان هما مش عاجبينك يا مدام. كله من ايدك حلو، بس انت عارفه المعيش بقت غاليه ازاي. طب ما تقولي لنفسك انت وجوزك بدل ما انتوا قاعدين تضربوا في عيال كده. عموما حاضر، عدي عليا في الاتيليه هحضر لك 5000 جنيه كمان. تمام. الهي يعمر بيتك وتفرحي بولادك وتشوفي احفادك كده هما بيتنططوا حواليك. يا رب يا سعيده يا رب. صباح الخير يا دكتور عاصم. ايوه يا استاذ عفت. للاسف ما حصلش. برضو لازم نشوف حل في الموضوع ده يا دكتور. حل ايه تاني يا استاذ عفت؟ يا راجل ده انا وصلت معاك ان انا كتبت لك على كوارع على الفطار مع عصير بلح البحر. طب والعمل؟ شكلي بقى وحش قوي. انت اصلا شكلك وحش من ايام الخطوبه. انت بتقول حاجه يا دكتور؟ لا بقول لك انا رايح المستشفى دلوقتي، ممكن تعدي عليا هناك. يلا مع السلامه. صباح الفل يا روحي. صباح الفل يا عيني. القهوه بسرعه. ايه ما صحتنيش ليه؟ شكلك كان جعان نوم، قلت اسيبك شويه. انت عارفه ان من اتعس لحظات حياتي لما بنام. ليه يا حبيبي؟ لاني وانا نايم مبقاش شايفك. عينيا بتتحرم من جمالك. جمال ايه بس يا كامل؟ ده كان زمان. لا انت هتفضلي جميله في عيوني لغايه ما اموت. بعد الشر عليك يا حبيبي، ما تقولش كده. ما احنا مبكر قوي. صباح الخير. صباح الخير يا حبيبي. اهلا يا دكتور. سعيدة. ايوه. فطرتي بوتسي؟ من بدري. طب هاتي لي قهوة. حاضر. وانا عايز شاي يا سعيدة. صباح الخير يا جماعة. صباح الخير. صباح الخير يا بوتسي. انا عايز اقول لكم على حاجة مهمة. للأسف سعيدة مش معانا من بكرة. ليه؟ حامل في الشهر الثالث وجوزها خايف عليها. حامل في الثالث ايه؟ دي لسه مخلفة الشهر اللي فات. هي سعيدة دي أرنبة. طب وهنعمل ايه يا حبيبتي؟ هشيل انا طبعا مسؤوليه البيت، بس حضراتكم طبعا لازم تساعدوني، يعني على الاقل كل واحد يبقى مسؤول عن اوضته. لا طبعا مش موافق. معقول ان ايديني النعمه الحلوه دي تغسل المواعين وتطبخ وتكنس؟ في حاجه حيوانات؟ لا البيت ني بس. ثم انا لو وافقت على حاجه زي كده هتعملي ايه في شغلك؟ هوافق بينهم. ما هو مفيش حل. ليه ما في حل اسهل من كده يا ماما؟ نجيب حد تاني لحد ما ترجع. لا 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 لا, لا. انا عصبي ما تستحملش نعلم حد وراقب حد. وبعدين انتوا ناسيين احنا سرقنا كم مره؟ هو حي سعيده طماعه بس امينه. خلاص اجيب ادريس من عندي بالمكتب يشتغل لغايه ما ترجع بالسلامه. ادريس يا بابا؟ لا ما ينفعش طبعا، ادريس ده كبر قوي، احنا عايزين حد حرك كده زي سعيده. صح عاصم بيتكلم صح. لا يا شيخ، طب ما يجحش انت هو ما تتنيلوا تروحوا تتجوزوا وتجيبوا مراتاتكم تخدمكم بدل القرف اللي احنا عايشينه ده. جينا بقى للكلام اللي ملوش اي لازمه. يعني ايه ملوش اي لازمه؟ اسمعوا بقى، بصراحه بقى انا مش عاجبني اسلوب حياتنا ده خالص. البيت بقى عامل زي اللوكان ده، بتيجوا تاكلوا وتناموا وخلاص، ما بنقعدش مع بعض. فين لمتنا الحلوه بتاعت زمان؟ ماما مش وقت النوستالجيا دلوقتي، بعد اذنكم انا عندي شغل. وانا عندي ميعاد مهم. استنى يا عاصف، طنط منال كلمتني عشان نروح نتغدى عندها. ماما انت عايزه تلبسيني بنتها فاتن صح؟ بالذمه في واحده لحد دلوقتي اسمها فاتن؟ دي اخر واحده كان اسمها فاتن كان فاتن حمام الله يرحمها، وكانوا بيتنمروا على اسمها ده زمان. ماما انا مش هتجوز.
اهدى اهدى يا عاصم، يعني انت اللي اسمك نيلي؟ تعالى، ما انت اسمك عاصم برضو، حاجه قديمه. هيجننوني. لا يا حبيبتي ما تزعليش، انا مش عاوزين يتجوزوا قال قبط. هو في امتع ولا احلى ولا ألذ من الجواز؟ اتفضل يا استاذ عفت، اتفضل. خير يا دكتور؟ طمني، عفت ماله؟ انا قلت لك يا مدام نجوى 100 مره قبل كده، عفت بيه ما عندوش اي حاجه. امال في ايه بس يا دكتور؟ الموضوع عباره عن استهلاك. قصدك ايه؟ انا مش فاهم. انا هقربها لك. هل مثلا موتور عربيه ماشيه 340 الف كيلو اداؤه زي اداء موتور عربيه ماشي 10000 بس؟ يا اخويا احنا جايين عند دكتور ولا جايين نعمل صيانه العربيه؟ وبعدين اداء ايه؟ بقول لك مفيش اداء خالص. ما بيتعصبش؟ طيب، طب جربت تشتميه؟ في رجاله كده تحب تشتم. بقول لك ايه يا دكتور؟ ايوه، انا طول النهار بتفرج على اعلانات منشطات ومحفزات، ما تشوف لنا حاجه جامده كده، محفزه جامده كده. محفز ايه يا استاذ عفت؟ انت عندك محفز زياد البرج بيزا المايل. قصدك ايه؟ انا مش فاهم حاجه. انت محتاج لمتبرع. شفت فيلم جري الوحوش بتاع استاذ نور الشريف الله يرحمه لما كان محتاج حته قد العدسايه من الانترلوب؟ اه. انت نفس الحاله كده، بس مش محتاج بقى حته قد العدسايه، لا يعني حته اكبر شويه. ولو ما لقيتش متبرع فهنضطر بقى نلجا للطب البديل. تمام؟ انت هتروح للعطار تجيب لي منه نبات جينسينج، مع شويه صنوبر، مع برطمان عسل نحل جبلي. عسل النحل الجبلي ده هايل، مش هيعمل حاجه بقى. انسى عسل النحل الجبلي، انت تجيب نحل جبلي مع شويه نمل فارسي. أيه. تطحنهم كده وتحطهم في كوبايه، وبالهنا والشفا. اتفضل. شكرين يا دكتور، نورتونا. ان شاء الله نسمع اخبار حلوه كده قريب. سلام يا دكتور. شكرا شكرا. سلامه. خير يا دكتور؟ فيه؟ روح لدكتورة ميرفت قول لها توطي الصوت شوية عشان دكتور عاصم مش عارف يشتغل. على فكرة الأفكار اللي سمعتها منكم كويسة جدا، ولا إيه رأيكم؟ فعلا يا معالي وزيرة، أفكار مبتكرة وعظيمة للغاية. لا، وإحنا بنوعد حضراتكم إن شركتي، قصدي شركتنا، هتنظم لكم حملة ما حصلتش في تاريخ الوزارة. يبقى لازم نبدأ الحملة في أسرع وقت. طبعا يا معالي وزيرة، احنا وصلنا دلوقتي ل 104 مليون، الناس ما عندهاش اي تقدير المسؤولية، يعني احنا لازم تكون الحملة بتاعتنا مؤثرة جدا. احنا طبعا فاهمين ده كويس جدا حضرتك، وعندنا افكار تانية كتير ممكن اعرضها عليكم. احنا مبدئيا كده نبدأ بالافكار اللي انتوا طرحتوها علينا، وبعد كده نبقى نشوف الجديد اللي عندكم. وعايزة اقول لكم حاجة مهمة جدا، ان اللوجو الاحمر عجبني قوي عن الاصفر. حضرتك، ما هو الاحمر ده تصميم. وعجبني برضو الدويتو والحماس ولمس الاكتاف اللي انتوا عاملينه. ما هو حضرتك احنا شركه وكنا زملاء كمان في الجامعه، وهو يبقى ابن خالتي. يعني شغل وقرابه. برافو باسم. صحيح، انت تعرف دكتور عاصم كامل بهنسي؟ على حسب افندم. اخويا وعمل حاجه حضرتك؟ انا فخوره قوي بدكتور عاصم، ده له ابحاث مهمه جدا في مجال وسائل منع الحمل للذكور. طبعا ما عليكي، انا شخصيا جربته. دكتور عاصم؟ لا يا فندم، ابحاث الدكتور عاصم. عاصم ده من وهو صغير انا بقول له انت هتبقى نبغه زي يا دي عاصم. وعاصم ده يبقى ابن خالتي برضه؟ اكيد، ما هو باسم ابن خالتك يبقى عاصم مش ابن عمتك، يعني ابن. معلش يا زكاه في الشغل بس يا فندم. معلش يا فندم، انا مضطر ارد مكالمه مهمه جدا. الو، ايه؟ طيب ودوها المستشفى، انا جاي حالا. في ايه يا نجيب؟ انا مضطر امشي يا فندم، المدام بتولد وحالتها خطيره جدا. ليه؟ في ايه؟ اصل ده الحقيقي السادس. السادس؟ ربنا يهون بالسلامه يا استاذ نجيب. بعد اذنكم. السادس هو ده مشرف الحمله؟ كامل بيه. خير يا هند، في حاجه؟ انا جايبه لحضرتك شيكات الموردين عشان تمضيها. ليه ده؟ خير يا فندم. النهارده كام في الشهر؟ 10 باي فندم. دي بعد التصميمات اللي انا خلصتها، عايزاكوا تبداوا في تنفيذها فورا قبل ما نخلص الباقي. الو. ايوه روحي. انا اسف جدا 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 اسف. على ايه يا حبيبي؟ عيد جوازنا. كل سنه وانت طيبه، كل سنه وانت حبيبتي. معلش زحمه الشغل نسيتني. بس ده لسه بكره. فاكره زماننا كنت انا وانت بنحتفل بعيد جوازنا 8 اشهر في السنه. زمان بقى، خلاص كبرنا. انا كبرت اوكي، لكن انت هتفضلي طول عمرك سندريلا. انا هعدي عليكي اخدك
ونروح نتغدى في حته بره. عندي شغل كتير قوي. انت ناسي معرض دبي؟ معرض دبي لسه قدامه مده طويله جدا. المعرض ده مهم قوي بالنسبه لي، لازم اجهز له من بدري. طب بذمتك انا ولا معرض دبي؟ معرض دبي. منور يا عمده. بنورك يا دكتور. والله ما عارف اقول لك ايه، انا جاي لك من اخر الصعيد من الحكاوي اللي بتتجلى عليك. خير؟ بتشتكي من ايه؟ عيب يا دكتور، حدانا في البلد الراجل ما يشتكيش من حاجه حتى الموت. ولا يا ام حسنين انت يا ام حمدين ما تنطقم. ايوه والله يا سيد دكتور، العمده دي 10 على 10. 10 من 10، قولي 20 من 10، 30 من 10، 40 من 10 يا دكتور. ما كفايه يا فاره بقى، انت حليل اللي قدامي بتقول ان العمده 2 من 10. ما هي مش دي المشكله يا دكتور. هو في مشكله اكبر من كده؟ انا مخلف من النسوين دول 9 بنات، نفسي في ولد. بنات ايه؟ ام الحسنين ومحمدين دول ايه؟ كومبارسات؟ انا من كتر ما تعجبت من الموضوع بقيت اسمي البنات باسماء الولاد. انا ما سميتش كارولين، انا نفسي في ولد. طيب احنا كده عمده محتاجين نعمل شويه تحاليل. ممكن كلمه على جنب؟ اتفضل. ايه ده يا دكتور؟ دي هدايا من العياده عندنا هنا. اسوي بيها ايه؟ هتخش حضرتك ايه اللي بتقوله ده يا دكتور؟ عيب وحرام. لا مش عيب وحرام، ده عشان اعمل التحاليل عشان تخلف الولد. ايوه بس دي صغيره قوي. اتفضل واحده كمان اهي. اتفضل. حمام اخر الطرقه شمال. عنده 9 عيال ولسه عايز يخلف تاني. ناس غريبة ترميهم في عالم مليان غش وخداع ونفاق، ازاي الناس تفكر؟ يا عوض. ايوه يا دكتور. ايوه ايوه. انا مش قلت لك تروح لدكتورة ميرفت ولا دكتور عاصم مش عارف يشتغل من الزن ده؟ قلت لها والله يا دكتور. بالراحة بالراحة بالراحة، ما تخافش يا حبيبي ما تخافش. يلا يلا يا دكتور. ولا ايه يا دكتور ده فيه ايه؟ شفت ابو رجل مسلوخ قبل كده؟ شفت مين الغولة؟ يا دكتور تحب تشوفه؟ يا دكتور يبقى تبطل عيط وتخرج خالص. دكتور. نعم. سيب الولد اهو. الولد. انا اسف يا فندم. يا دكتور من فضلك انا بكلمك ثانيه واحده. نعم. ممكن اعرف ايه اللي حضرتك عملته جوه ده؟ مجرد تهديد للطفل عادي. وفي حد بيسكت اطفال بالطريقه دي؟ سيبك من الطريقه، المهم النتيجه. مش الطفل سكت خلاص. سكت ايه؟ الولد اتشل. انت رعبت الولد، ما ينفعش التصرف ده ابدا يا دكتور. هو ينفع يعني المرسل اللي انا عايش فيه بسببك؟ انا دكتوره اطفال وطبيعي جدا ان الاطفال تعيط وهي بتاخد التطعيم، ولا انت يعني عايزهم يغنوا يرقصوا وهم بيطعموا؟ خلاص يبقى مش لازم يطعموا. لا 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 ده كده كتير قوي، ده كده كتير كده كتير والله ما ينفعش. احنا نبدا بالسبوت بتاع الاب اللي محتاس بعياله بيروح بيهم اماكن كتير قوي عشان مش عارف يصرف عليهم، ده هيبقى مؤثر جدا. لا بالعكس خالص، انا شايف ان سبوت الام اللي بتخدم ولادها ومن كترهم بيغمى عليها ده هيبقى مؤثر اكتر في الاول. لا طبعا سبوت الاب هيبقى مؤثر اكتر. وبعدين ما تقوحش، افتكر ان الوزيره اختارت اللوجو الاحمر بتاعي اللي ما كانش عاجبك. هاي ازيك يا ياسو؟ ازيك يا هايدي؟ ايه الحلاوه دي يا بيبي؟ هو احنا مش هنكمل شغلنا ولا ايه؟ هنكمل حلو حلو. سبوت الاب في الاول هيبقى تحفه. ايوه بس احنا لازم نعمل كاستنج فورا للاطفال عشان اعلان ونلحق. ياسمين شوفي عايزه تعملي ايه ونفذي فورا. انت يا ابو السنه يلا يا ماما. انا هروح اشوف شغلي. ايه يا بيبي وحشاني، هنسهر فين النهارده؟ لا طمني الاول، عملت ايه في الميتنج؟ عيب عليكي. هتعملوا الحمله؟ طبعا. ياسم انا بطله الحمله دي. وش يا بيبي؟ دي حمله لتنظيم النسل، وانت ظهورك فيها هيحفز على زياده النسل. حد يصدق ان عدى علينا العمر ده كله؟ سنه معاك يا سمسم بتعدي في منت. حبيبي ربنا يخليك ليا هديتك، طالما مصمم ان احنا نحتفل النهارده. انت هديتي، ثم احنا لسه ما احتفلناش، مش هفتحها غير بكره. انا حجزت لنا سويت 3 ايام كالعاده عشان نبقى لوحدنا. بموت فيك، مش هتبطل ابدا؟ عايزانا ابطل احجز سويت ولا نبقى لوحدنا؟ عارف يا كامل، وحشتني قوي لمتنا وان احنا نتجمع مع بعض. ايه رايك تكلم باسم وعاصم ونخليهم يجوا يتغدوا معانا؟ باسم وزفت ايه دلوقتي؟ بجد احنا ما بقيناش نقعد مع بعض. تصدق يا كامل انا بتوحشني شقه الدقي قد كده، كانت محندقه ولمانة. يا بنت اللعيبه، ما تيجي نخلص اكل ونروح انا وانت على شقه الدقي. مفيش فايده فيك، مش هتبطل الحاجات دي. عارف يا كامل نفسي قوي الاولاد يتجوزوا. هنعمل لهم ايه يا سمسم؟ ما كلمناهم، واحد عاجبه الصربحه وحياته العزوبيه والتاني عايش في دور القلب المجروح. تقوليش مخلف هاني شاكر ولا فضل شاكر؟ والله بيصعب عليا،
انت متخيل ان حبيبته وخطيبته يكتشف انها بتخونه مع عز اصحابه؟ ده صعب قوي. ده صعب ولا حاجه، ده موضوع عدى عليه سنتين، هو اللي مقفور، نعتبرها تجربه وعدت. بس عارف احنا لازم نشد على العيال دول لغايه ما يتجوزوا. عيال ايه يا سمسم؟ دول رجاله مالوا هدومهم. هو انت مش عايز تبقى جد؟ هو انت فاكراني ان انا نفسي العيال دول يتجوزوا عشان ابقى جد؟ امال ايه؟ انا عايز العيال يتجوزوا عشان يسيبوا البيت نمرح فيه براحتنا. هو انت ما بتمرحش براحتك؟ انا جبتكوا عندي هنا النهارده عشان اللي حصل منكوا ده عيب. يا دكتور فريد انا كده كده كنت جايه لحضرتك لان حضرتك مدير المستشفى دي، واللي عمله دكتور عاصم النهارده عيب وما ينفعش خالص. هو اللي عيب وانا جيت المستشفى بقميص نوم ولا ايه؟ يا دكتور انا عاوز اشتغل بهدوء بس كده. خلاص حضرتك الموضوع بسيط، انقل عيادتك غرفه قطاميه هناك تقعد تشتغل براحتك. شوف شوف بتتكلم سيستم زي بتقول لك غرفه، انت عارف المتر كام في القطاميه؟ عيب يا جماعه، ما ينفعش نحل مشاكلنا بالطريقه دي. الحل بسيط، احنا نلغي قسم الاطفال من المستشفى. شاهد يا دكتور. طب وليه بقى ما نلغيش الذكوره؟ ايه الحق بتقولك نلغي الذكوره؟ نعمل بيبي واحنا قاعدين بقى؟ بتتكلم يا عم الفيمينيست؟ حضرتك انقل عيادتي. ازاي اذا كان كل عياده معموله على حسب التخصص بتاعها؟ تمام يا دكتور. دكتور عاصم، دكتوره ميرفت جديده معانا مش عايزينها تبدا والنفوس شايله، احتذر لها يا عاصم. لا اتفضلي يا دكتوره على عيادتك. عاصم انت صحيح دكتور شاطر وعبقري، بس ده مش معناه ان انا هستحملك اكتر من كده. بسيطه ارفدني او اقول لك انقلني جولف القطاميه. خلاص بقى والنبي يا دكتور حقك علي، والله العظيم ده دكتور عاصم قلبه زي البفته البيض، بس هي ساعات بتروح من يا عنايات. انا مش عارفه هو جاب منين الجرأه دي عشان يتكلم معايا بالطريقه دي، ده بابا عمره ما عملها. هو بيتكلم مع الحريم كلها كده بس والله قلبه طيب. تحب اعملك ليمون؟ لا مش عايزه حاجه. ممكن ادخل؟ اتفضل يا دكتور. انا اسف. تمام. ممكن اخد دي؟ لا. يا عاصم تعال اتفرج على الفيلم ده حلو قوي. ايه يا ابن التفاهه دي؟ انا مش فاضي يا حبيبي، انا عندي بحث مهم. تعال بقى ما تبقاش رخم، ده اخر فيلم شفناه مع بعض غبي منه فيه. حبيبي مش فاضي لك. ليك حق تتنك، ما انت طلعت جامد. في ايه؟ النهارده كنت قاعد مع وزيره الصحه، اول ما عرفت ان انا اخوك قعدت تقول فيك شعر. ما انت مش زعلان بحاجه. اخوك يا حبيبي من مطورين حبوب منع الحمل، يعني ما بقتش للستات بس، لا دي بقت للرجاله كمان. هم مش عايزين مساواه؟ خدوا مساواه اهي، حبوب يونيسكس اهي. لما انت كنت قاعد مع الوزيره ليه؟ ايه الاستحكار ده؟ كنت بعمل لهم حمله تنظيم الاسره. ايه ده؟ وانت ايه علاقتك انت بحملات تنظيم الاسره؟ هيعلقوا صورتي في المستشفيات عشان الحوامل تشوفها فيقطعوا الخلف. تفكير ساذج بس شغال. ايه اللي ساذج؟ يا ابني انا صاحب شركه دعايه. ايه ده بجد؟ اسكت اسكت اتفرج اتفرج. اتفرج ايه؟ لا لازم اطلع اقرا شويه. ابوك وامك فين صحيح؟ مسمع لهم صوت يعني؟ ابوك يا سيدي ابتدى الاحتفال المبكر بعيد جوازهم، خد امك وراحوا السينما والدنيا ولعت. ابوك ده حبيب ايه؟ اللي بيعمله ابوك ده مش حب، ده تلزيق. سويت 14 زيلو 8 سويت. أم الأوضة. شفت السفالة؟ راجل بيقرقصنا، ده التاوي بتاع الأوضة. أنت عشان لسه جديد ما تعرفش حاجة، دول متجوزين وكل سنة بيجي يعملوا نفس الفيلم اللي أنت شفته ده. شيزوفرينيا مجانين، روح شوف شغلك.
يلا انت تبع مين؟ يا عم غور. يا عم غور؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ ايه ده؟ انت بتعمل ايه يا هنا؟ اه يا عم باسي الزرق ابني الجزمه. ايه ده؟ ايه ده؟ الشوكولاته 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 دي بتاعت الضيوف. مال الضيوف؟ انا الضيوف دي تشوف حاجه؟ لا لا اسفين يا معلم كملي شخبطه كملي كملي يا بابا بس يا بابا تعالى سيب ايه يا هدى ايه اللي بيحصل ده؟ دي انا ياسمين نسيت لميتهم الاشارات وزي ما حضرتك شايف من الصبح مش عارفه اتعامل معاهم. هتجيني ربي يخليك الموز هتجيني ربي يخليك الموز ده هو انا واقف معاك الكورنيش اروح امك غور ياض من هنا فين ياسمين يا هانم؟ تعمل لهم اوديشن. اسمك ايه؟ ابو خلعون. خلعون ده اسمه باباكي؟ انا ما اعرفش بابي. ايه اللي بيحصل ده ياسمين؟ استنى بس. طيب خلاص يا حبيبتي روحي انت. تعالى يا كيوت انت اوفن. اسمك ايه؟ سيد مشرك عسليه. مش انت انا بتاع ده انا انفوخك. في ايه؟ بعمل كاستنج الاطفال عشان الاعلان. بقى دول اطفال عفاف خلعون وسيد مشرط ودول يعملوا اعلان دول يعملوا خناقه في السبتيه. اللي مش عاجبينك دول اللي هيدوا الاعلان مصداقيه. لازم يكون العيال مشردين عشان اهاليهم ما كانوش عارفين يصرفوا عليهم. ايه ده؟ تصدق عندك حق؟ كملي كملي. اوكي روح انت يا حبيبي. تعال انت اقف هنا. اسمك ايه؟ حموقة. حموقة ده اكيد اسم الدلع. اسمك الحقيقي احمد. معرفش. انت يا حموقة يا حبيبي نزل ايدك من مناخيرك عشان بنصورك يا بابا. حموقة حبيبي شيل صباعك من مناخيرك ارجوك. عظيم. يوه اهدى اهدى يا استاذ. حموقة ولد جميل وهيفهم احنا عايزين ايه. بص يا حبيبي انت هتطلع في التلفزيون فما ينفعش تطلع في التلفزيون وصباعك في مناخيرك. مالكش فيه. حط صباعك في مناخيرك. لو عايز تحطه في مناخيري حطه في مناخيري. هات لي قهوه ودخل لي اول كاس. حاضر يا دكتور. عوض. ايوه دكتور. ايه اللي جاب دي هنا؟ الدكتور مرفي جابتها لي وقالت لي اديها لحضرتك. صباح الخير. طب روح انت عوض. هو احنا ممكن نبتدي صفحه جديده مع بعض؟ دكتور احنا مش في حرب عشان نبدا صفحه جديده او صفحه قديمه. انا كل اللي طالبه ان انا اشتغل في جو مناسب. عموما انا هحاول ادي التطعيمات في الوقت اللي انت مش موجود فيه بعد اذنك. دكتوره. نعم. شكر. العفو. بس مفيش الوان تانية. هبقى اشوف. عملت معاها ايه تاني؟ كتمت لها بس لبتها. ايه ده؟ ايه ده؟ وانا اللي نازل ازعقلك عشان فاكرك معل التلفزيون؟ مين دول؟ ما تخافوش ما تخافوش يا بنات انجوي. ده دكتور عاصم اخويا. دكتور؟ وانت دكتور في ايه بقى؟ في الذكورة. اوبا ده انت بتاع الليله دي. بتاعك ازاي؟ بيقول لك ذكوره. ايه الغباوه دي؟ عاصم ما تكسفش البنت وقفت لك. يلا بره بره. لا مفيش بره. محدش هيطلع بره. هدي نفسك يا بيبي. عيون البيبي. فخي بعيد بقى يا حيوان. انت افرد ابوك وامك طبوا علينا دلوقتي هنعمل ايه؟ لو على دي محلوله. ابوك كلمني وقال لي انه هيجي بعد بكره من الاوتيل. خد بقى شد. شد ايه؟ شد شد بس جرب. هتعجبك. تعجبني مش دي لمبه الجاز؟ شد بس اتعامل معاها انها سر يعني شدها واكتمها. انا ما بحبش الحاجات دي. بس خليك حلوه بقى. طب انا هاخد بقى عشان ما كسفكيش. بس شد. ها شده كمان شده كمان عشان خاطري. طلع بقى عاصم الفرفوش. كفايه عاصم الاتم من الرخم اللي كل الناس بتكرهه. عاصم المعقد ابو نظارات. عاصم اللي كان بيلبس شيرز في عز الحر. ولعي ولعي. عاصم المريض. عاصم تغير. حبيبي عايزك تفهم يا حبيبي يا او بيبي حاسبي النار ربعيني يا زيك حلو بس جوه في الفلات. انا ما في الليل عدات حد يفوق الولاد. انا لسه اصلا ثابت على الثبات. انا احب اللانسات واكره لذة الستات. خليكي متأكدة انا كده هتحبيني على كده. علاقاتي متعددة مش فاضيلك وعيد تاخدي على كده. افهمي الموضوع في ميك بطيء بطيء. انا مش بطيء يا ريت ما تاكديش. اخرك يومين تلاتة بيك كتير وطير طير بطيء بطيء بطيء. بص ليه شفت اللقطة دي. حل عني ماليش علاقة بيك. يانجزك صحابه ما زبيش فما بعتمدش الفارة فيه. مش بمشي
باللسان انا مش بوجع الدماغ سالم نرفع السلاح يو مش شغلني من اللي قال وقال العبيط يقول كلام والرجال عزبات يا حبايبي الولاد ناموا من التعب. بابا وماما يرحمك. ولاد انا يعملوا كده؟ اغصى عليكم وعلى تربيتكم، اقسم بالله لولا مامتكم انا كنت بلغت عنكم بوليس الاداب. ليه ده كله بس يا بابا؟ ليه ده كله؟ اخلص يا ولا، اسيب البيت يومين ارجع الاقي القرف والمحازل دي. ماما انا ماليش ذنب، باسم هو اللي جاب الحتتين. انا ايوه انت بالاماره لما قلت لي انت شكلك جعان يا عاصم خد حته. وعقلك كان فين يا دكتور يا عائل نجيب يومين يحصل كل ده؟ ما احنا ما كناش نعرف ان انتوا راجعين النهارده. يا سلام، واحنا لو مش موجودين في البيت يتقلب اردغانه والبيت يبقى زي الزفت كده. دي اخر تربيتي فيكو، اطفو عليكو على خلفكو. الله، وانا مالي يا سمسم؟ ما انت لا اطلعوا انتوا تصفوا فوق واحنا نكمل سهر. بس يلا ما واحده منكم يزن. انتوا شعتوا للضرب بتاع زمان يا اما هنسل الشمشب على جبتك تاني. اهدي يا حبيبي. خلاص يا حبيبتي خلاص، عشان خاطري عشان صحتك، دول كلاب ما يستاهلوش. ما احنا طالعين لك. خلاص خلاص احنا اسفين، نوعدكم دي اخر مره الاسبوع ده. هي كلمه واحده، انتوا مفيش غير الجواز اللي حيل امكم، مفهوم؟ ده اخر كلام عندي. وانا اخر كلام عندي جواز، مش هتجوز. انا هتجوز هتجوز. جميل يا كلب امشي. شغل معرض دبي يتخزن كله في مخازن الهرم، وباقي الشغل يتوزع النهارده. عايزين مني حاجه تانية؟ شكرا. مالك يا مدام سمية في ايه؟ معتشي مقلوبه وانا اكلت ايه؟ اوعي تغزليني. ها كتبتها وقلتها. كل كلمة عالفرح كان عالحب كان كتبتها. سمية ايه يا حبيبتي سرحانة في ايه؟ في ايه؟ مفيش. هو ايه اللي مفيش؟ انت من ساعة ما جيتي من عند الدكتور ده وانت شاردة مني خالص. الراجل ده قال لك حاجة قلقتك؟ نسافر برا فورا. مفيش حاجة يا حبيبي ما تقلقش. طب ونسافر برا ليه؟ ما اجيب الزفت اللي بتزغط فيه ده وتكشف عليك. استنى بس، انا مش محتاجة عصب. الدكتور قال لي ان انا محتاجة دكتور نسا، وانا كلمت بليغ وحجزت عنده بكرة وهيطمنا ان شاء الله. طب والنهاردة؟ الف مبروك يا دكتور، الف الف مبروك يا دكتور. دكتور بليغ الله يبارك فيك. مبروك يا حبيبي. عوض قدم الشربات للدكتور. ايه ده كمان شربات؟ اتفضل يا دكتور. طبعا عوض، عايزك تفرق على كل حد في المستشفى فردا فرد. احنا عندنا حدث جلل. شاكر جدا يا دكتور بليغ، بس غريبه قوي ازاي الخبر انتشر بالسرعه دي. دي لسه الدعوه واصله لي حالا. دعوتي ان شاء الله. دعوه تكريمي في مؤتمر تنظيم الاسره. برضه انا هجيب شربات وموز واقطعه طرنشات عشان تنظيم الاسره. لا طبعا الاسره على عيننا وراسنا. لكن في خبر تاني اهم واجمل مليون مره. خير شوقتني. الف مبروك يا دكتور، ماما حامل. ماما مين؟ امك انت؟ امك انت. بقول لك ايه، ما احبش الهزار ده. مين اللي قال لك تقول لي كده؟ ولا ده مجنون انت؟ النونو الكميل انا لسه مكتشفه، هي لسه ماشيه من شويه. بوم بوم بوم. هو ايه اللي نونو نونو؟ بقول لك ايه، حامل من مين؟ من ابوك طبعا. انت شكلك في حاجه، نلحق نلمها. تلم ايه عليا؟ نعمة لما لميتي. برافو برافو يا ولاد، اسعدتوني. ايه ده الاعلام فيه كميه مصداقيه كبيره جدا، حتى الممثلين كده تحس ان وشوشهم ولاد فعلا مشردين. ما هو عشان المصداقيه دي توصل لحضرتك بالسهوله دي، انا اقترحت على ياسمين وصممت كمان ان احنا نجيب اطفال من الشارع بجد هم اللي يصوروا الاعلان. انا شايفه ان انت بتقترح وبتصمم.
اهم حاجه طبعا ان الاعلان عجب حضرتك، وفين استاذ نجيب عشان نشوفه وناخد رايه؟ لا 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 لا، وديته انتداب على اسوان، ده لو فضل قاعد جنب المدام هيجيب لنا العيل السابع. السابع. الو ايه يا ابني عمال تزن تزن؟ انا في ميتنج. امك حامل. امك قرع. انت متصل بيها عشان تستظرف وتخش لي قافيه يا حيوان انت؟ وانا من انت بهزر معاك؟ بقول لك امك. يلا امك اللي هي امي. ايوه اللي هي امنا كلنا. حامل ازاي يعني؟ اسال ابوك اللزج. بقول لك ايه، قابلني دلوقتي حالا علشان نشوف حل في المصيبه دي. ايوه انا قلت لك. احلى شوربه يا باشا. ادريس تسلم ايديك. معلش هتتعب معانا شويه يا ادريس الكام شهر الجايين. اوامرك يا باشا، والف سلامه للمدام. خير؟ هي تعبانه ولا ايه؟ لا المدام حامل كامل. هي مين اللي حامل؟ مدام سميه يا راجل يا مجنون. لا حول ولا قوه الا بالله، الناس بتكبر وتتجنن. ليه يا كامل بس كده؟ من فضلك ما تحرجنيش. احرجك؟ احرجك ليه بعد الشر واحنا بنعمل حاجه غلط؟ بالعكس، ده انا في قمه سعادتي وانا في ديك الساعه لما شجره العيله تكبر كمان وكمان. والله انا متلخبطه، انا مش مصدقه. معقول انا حامل؟ ايوه. طب احنا هنقول ايه للاولاد يا ستي لما يجي وقتها؟ يلا حبيبتي القطر رايح فين؟ هو الكلام اللي قاله دكتور بليغ ده بجد ولا ايه؟ شفت، مش قلت لك ان بليغ ده مش هيتبل في بقه فوله؟ ايه حيوان انت؟ مفيش سلام عليكم مساء الخير عواف حتى؟ يعني الكلام بجد ولا مش بجد يا بابا؟ يا باسم امك حامل. نهار اسود، انا صرفي زي دلوقتي. يعني ايه؟ يعني هنوري وشنا للناس ازاي؟ هنقول لهم ايه؟ هو ابوكم حامل من السواق؟ ايه يا كامل؟ انا اسف يا روحي، ضايقوني. ايه يا حبيبي في ايه؟ ايه المشكله في كده؟ والله هو لما ماما تبقى حامل وهي في السن ده، بالاضافه الى ان عندها اتنين شحوطه زينا، فدي ما تبقاش مشكله، دي تبقى فضيحه. فضيحه؟ فضيحه ليه بقى ان شاء الله؟ هو انا عملت ايه غلط؟ على فكره انا متجوزه ابوكم. سميه لازم يعرفوا الحقيقه، وبعدين الاطفال دول نعمه كبيره من عند ربنا. جايين زعلانين قوي، المفروض تبقوا فخورين ببابا. وانا وماما فخورين بيه؟ وانتوا جايبين ميداليه لمصر؟ لا جايبين عيل جديد لمصر. ما كنت تمسك نفسك شويه. هقولوا له. بص عاد بص ماما حبيبتي. نعم. انت عارفه ان احنا بنحبك، احنا كمان عارفين ان انت بتحبينا قوي قوي يا حبيبي. ماما انت حامل في كام؟ الدكتور بليغ بيقول في التاني. حلو، التاني يعني لسه في الاول. قصدك ايه؟ يالا قصدي نشوف دكتور شمال يخلصنا من القصه دي. هو اللي شمال وانا بعمل ايه يا ابني انت؟ ولا اوعى تضايق ابوك، ابوك في عز قوته دلوقتي. هيعمل ايه؟ تعالى لي ثلاثه بالله العظيم كلمه في الموضوع ده تاني، هطلع اجيب الطبنجه افرغها في دماغكم انتوا الاثنين. اتلموا واسمعوا بقى، اللي في بطني ده ابني زي ما انتوا للاسف ولادي، ويمكن البيبي ده يطلع عليا احن منكم. انا مش عايزه حد يفتح بقه في الموضوع ده تاني ابدا، مفهوم؟ بقول لك يا ياض انت وهو، انا المدام عندي بتتوحم وانا مش عاوزه تشوفوا المناظر دي. اطلعوا بره بره بره. ايه دي يا ماما؟ شايف ولادك يا كامل؟ معلش معلش يا روحي، امال انا ليه بجيب جديد؟ ابوك وامك دول اتجننوا، دول اتجننوا رسمي. بقى واحد في سني وفي مركزي وفي شغلتي دي امه تبقى حامل؟ امال انا اقول ايه للوزيره اللي انا بعمل لها حمله تنظيم الاسره؟ اقول لها ان امي في السن ده وحامل؟ ده مش بعيد تسحب مني الحمله. حمله ايه؟ يعني انت مركز في الحمله وسايب امك الحمله؟ يلا انا بتكلم على شكلنا، يلا شكلنا يلا قصاد الناس. ولا الموضوع ده احنا لازم نخلص منه غصب عن عين ابوك وامك. ازاي بقى يا فالح؟ ما انا قلت لهم يروحوا للدكتور. شفت ابوك عمل فيا ايه؟ هو انت شايفني ازاي يا ابني؟ حلاق صحه قاعد معاك انا؟ ما انا دكتور يا حبيبي. مش القصد عصوم بس هي تخصصات يعني. حبيبي الموضوع مش محتاج تخصصات، الموضوع محتاج حبيتين ونخلص منه. طب افرض امك حصل لها حاجه؟ انت اتجننت يالا؟ هاذ امي امي. بص طالما الموضوع في الاول يبقى مفيش قلق. بقول لك ايه يا روحي؟ انا نفسي اختار اسم من الاسامي الجديده خصوصا لو ولد، يعني مثلا ايهم. مش عاجبني يا كموله، انا عاجبني اكتر ثاقب. ثاقب ايه؟ هو بندقيه؟ لا هنخلف سمسميه يا ابن الظريفه. طب واحنا نحير نفسنا ليه؟ مش عندنا عاصم وباسم؟ يبقى نسميه قاسم او حاسم. حاسم ايه؟ ايه اللي انت بتقوله ده؟ اخلف عيل كل ما يجي يعدي السكه يقولوا له حاسم. صباح الخير عليكم. ياسمين حبيبتي وحشتيني. قمر كمان عاملين ايه؟ ايه اللي جابك؟ ايه؟
قصدي يعني ايه اللي جابك بدري؟ خير؟ ما انا كنت بكلم خالته بالصدفه وعرفت موضوع البيبي ده. عقبالك يا رب ان شاء الله. مسيه خالته، تصدق يا باسم ان انت رخم؟ انت ازاي ما تقوليش ان خالته حامل؟ معلش خالته العكروته فاجئتنا. انا من فرحتي عايز اقول للدنيا كلها. كامل الولاد قاعدين يقفوا. بتنايل ايه يا راجل يا طيب؟ ده عصير لمدام سميه، البيئه اللي ضرب لها في الخلاط جزر على برقوق على برتقال عشان ده مفيد للحمل. طيب روح انت ودي لهم الشاي والنسكافيه عشان ما يبردش، وانا هعمل العصير بنفسي. طب ما على ايه؟ ما انا بعمله بنفسي اهو. عم ادريس انا دكتور، يعني لما انا اعمل عصير اكيد هيبقى افيد 100 مره من اللي انت هتعمله. اتفضل روح روح بسرعه عشان ما يبردش. بسرعه. حاضر. بسرعه. حاضر. الله يا رب تطلع بنوتة. ياسمينة ايه رايك في اسم سلوناز؟ مش تحفة؟ حلوة قوي يا خالته، وجولفي نار كمان حلوة قوي. ايه رايك يا باسم؟ حسبي الله ونعم الوكيل. طب ناخد رأي عاصم، جولفي نار ولا سوليناز؟ انا رأيي يا سبورتاج يا توسان، حسب برضو انت معاكي كام. اتفضلي يا ست الحبايب دوقي بقى عمايل ايديا. اعملي عصير بايدك؟ طبعا يا حبيبتي، هو احنا عندنا اغلى منك؟ وبعدين انت دلوقتي حامل يعني محتاجه حاجات مفيده. ده بقى عصير تفاح على ليمون على جزر على كرفس على شويه كيو خفيف كده. لا 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 بجد مش قادره، انا لسه فطرانه، مش هقدر مش هقدر. سمسم ارجوك كفايه دلع حبيبتي، المكونات اللي قالها عاصم مفيده جدا للحمل. مش قادره استحمل ريحه الكرفس يا كامل، بجد نفسي هتغم عليا. ابوك كده قطع الخلف؟ هو كان قاطع من زمان، مش عارف اصلا ايه اللي شغله. الله طب والله لذيذ جدا، جربي كده. معلش يا ماما بق واحد الغمامان هيروح. قلت لك مش قادره مش قادره بليز يا كامل بجد. طب لحظه لحظه، ما تبقاش زي اللي عامل عامله كده، ما تقول لهم بقى احنا حاطين فيه ايه. طب خلاص يا حبيبتي انا فهمت. دي قرفه الحمل. خلاص ما تضغطوش على ماما اكتر من كده. ما تيجي نطلع نرتاح في الاوضه شويه. الله عن اذنك ياسمين اتفضلي. طب ايه ده؟ ايه الريحه الغريبه دي؟ بوتشي كامل مش قادر استحمل ريحه بوتشي حبيبي. طب ايه ولا انت وهو؟ ارجع من الشغل ما لاقيهوش، ملوش مكان في حياتنا خلاص. من عناية يا بابا، هروح ادي لواحد من صحابي يكون عنده قصر. اخرس يكون عنده قصر. طب بالمره بقى عايزين احنا نقعد ولا نمشي؟ هنستحمل ريحتكم. سو كيوت. هو الواحد يلاقي زي باباكو ده فين؟ كارفور في الرف بتاع البيض. مساء الخير يا دكتور. بصراحه انا كنت عايزه حضرتك في موضوع كده مهم. اتفضل. ميرسي قوي. انا اسفه جدا ان انا بزعجك وقت البريك بتاعك. لا ولا يهمك. خير؟ مبروك. على ايه؟ مش ماما حامل؟ شكرا. في حاجه تاني؟ عندي بصراحه واحده صاحبتي متجوزه بقالها سنتين، بس هي حرام ما خلفتش لحد دلوقتي. المشكله مش عندها، وجوزها راح لدكاتره كتير جدا ومحدش عارف يوصل لاي نتيجه. طيب هم مستعجلين على الخلفه ليه يا دكتور؟ بقولك بقالهم سنتين. دي الاشعاعات والتحاليل، هي جابتهم لي من وراه لانه مكتئب جدا ورافض يروح لاي دكتور. ده مزودها قوي. ايه يعني ما بيخلفش؟ دكتور عاصم، هو انت بتكره الاطفال؟ لا طبعا مفيش حد بيكره الاطفال طبعا، بس يعني صداع وزن مسؤولية وطلبات ما بتخلص. تقدر تقولي يعني بشفق عليهم. طب جرب كده وانت في عز حزنك وزعلك، تبص في وش طفل صغير وشوف ايه اللي هيحصل لك. في امل ان شاء الله. ممكن تقنعي جيلي؟ اخبار عروستنا ايه النهارده؟ عروستنا هي صباحيتها، قصده اخبار ننتنا ايه النهارده. والله تعبانه قوي قوي يا ولاد، الواحد كان نسي مشاكل الحمل ده وتعبه. لا 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 انت قدها وقدود يا ماما، ويلا بقى عشان تاكلي. ده عاصم عامل لك شويه شوربه بروكلي على كروم. إيه؟ حاجه مش مفهومه. لا بحب البروكلي ولا بحب الكروم. ما انت ما جربتهمش مع بعض بقى، بيبقوا ميكس خطير يا ماما، وبعدين مفيده للنونه. انا ملاحظ عاصم انك بقيت مهتم بصحه ماما قوي، بتطبخ لها بايدك. حبايبي كيوت حنينين عليا. ايوه يا بابا، امال يعني انتوا علمتوني وكبرتوني وطلعتوني دكتور ليه؟ عشان تطبخ؟ لا مش هطبخ، عشان افيدكم في اللحظات اللي زي دي. طب انت ايه؟
دي ماما تقور بس ده نشيل الحمل عنها. الله، هو حمل عشان تشيله ده حمل. هنسيب بقى المهم ونتكلم في التشكيل، حمل ولا حمل، المهم ان ماما تاكل. يلا يا ماما تاكلي. يلا. لا 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 مش قادره. لا تاكلي. لا تاكلي، ده مفيد يا ماما. عاصم عنك انت، انا هاكل ماما. صحيح سواق القطر قاعد معانا وبقول يلا القطر رايح فين؟ اتفضل يا بابا. هو معانا ولا ايه؟ معانا ايه؟ شفت بابا بيسوق ازاي؟ يعني ايه مش هتيجي؟ ما تبقاش رخم، الشله كلها هنا. هايدي والنبي سيبيني، انا مش في المود خالص. على فكره انت متغير قوي، بقيت خنيق جدا. معلش ظروفه هتخلص قريب. ويلا يلا اقفلي دلوقتي، خمس دقايق واكلمك. ايوه بتعمل ايه؟ وانت مالك؟ انا كنت بكلمك عشان اسالك عملت التعديلات بتاعت السبوت الجديد ولا لا. مش شغال ومش هشتغل. هو انت لسه متضايق عشان موضوع طنط؟ طب لعلمك بقى، احساس لذيذ جدا ان انت يبقى عندك اخ صغنن كده. طب ربنا يكرمك وامك تبقى حامل عشان تجربي الاحساس اللذيذ يا لذيذه. لا يا عم انا بابايا مش شغال زي باباك. يا بنت خفه الدم دي، ايه ده اول مره اكتشفك كده. يلا يلا اقفل، عايز انام. يا بروفيسور العيله، امك ما حصلهاش حاجه؟ الشوربه طلعت مضروبه ولا ايه؟ بص يا حبيبي، امك شربت الشوربه من نص ساعه بالظبط، يعني المفروض تشتغل كمان. دلوقتي يا ابن اللعيبه، ولا بتاع كرومب؟ لا بتاع بروكلي. يا خبر ابيض. خير يا بليغ، طمني. اتفضل اطلع بقى، خلي عارف شغلي. اهدى اهدى يا بابا اهدى، ان شاء الله هنطمن على ماما. مش مهم البيبي خالص، المهم ماما. بيبي ربنا يستر على البيبي، ماما حملت في سن كبير قوي وشيء متوقع ان البيبي. انتوا بتقولوا ايه يا اخي؟ حرام عليكم، ما بتطولوش على امكم، اخرسوا خالص. بسم الله الرحمن الرحيم. نهار ابيض، اما استدعى الدرملي ربنا يستر. هو ايه مين الدرملي ده؟ ممرض. خير سمية عاملة ايه؟ طمني يا نرس. خير ان شاء الله، انا هشرح لحضرتك الموضوع جوه. لا ما تقولش، مش عايز اسمع. حضرتك سألت وانا عايز اشرح لك. انت ايه يا جدع، ما عندكش قلب؟ هو انت شايفة سهلة يعني انك تقول له النونة سقطت؟ ولا يهمك يا حبيبي، البركة فينا احنا. النونة ايه اللي سقطت يا استاذ؟ الجنين جوه مستقر في البطن وزي الفل. امال ايه اللي حصل؟ غازة. غازات. المدام قالت للدكتور انها ضربت شوربة كرومب على بروكلي، دول بقى مع بعض عملوا لها غازات بتحاول تنطلق. وانطلقت؟ الدكتور شغال جوه، اداها حبوب فحم وشويه كده وهتتظبط المساله. انا بس عايز اقول لكم حاجه، يا ريت النهارده تبيتوها في مكان مفتوح. ممكن نسيبها النهارده ونجري نستلمها بكره؟ كامل يا عيون كامل. هو انت متاكد ان كتر التمارين دي ما فيهاش خطر على البيبي؟ يا حبيبتي يعني انت يرضيك الولد يتولد بشد عضلي ولا كرامب؟ بليغ اللي اداني التمارين دي وقال لي انك تعمليها، ثم انا تفتكر يعني هضحي بالولد اللي بتمناه من الدنيا؟ تتمنى ايه؟ امال احنا ايه يا بابا، ولاد عمك؟ انا لو ربنا رزقني بولد هيبقى عندي ولد وبنتين. ومين قال لك؟ مش يمكن يرزقك ببنت برضه؟ طب يلا بخف الدم قالك، تعالوا العبوا معانا وشجعوا ماما. يلا انت اهلي على فكره. يلا يا ماما يلا يلا, يلا نط الحبل. لا 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 إيه؟ خلاص انا تعبت وضهري مش قادر. طب خلاص مش قادر. لا لا لازم تكملي التمارين وما تبقيش نوتي. ولا ايه؟ شجع ماما يا عاصم. يلا يا ماما يلا يا حبيبي. لا 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 ما تقعديش. ما اقعدش ايه بقى للضغط؟ لا طالما داخل خلاص سيبوها بقى. كامل بجد انا زهقت من قعده البيت، بمشي في البيت بلعب في البيت، نفسي بقى انزل الشغل. لا يا سمسم احنا اتفقنا طول ما انت حامل هتفضلي في البيت، لما تولدي نبقى نتكلم. بابا ماما عندها حق، مش عشان هي حامل يعني هتقعد بروطه. ايه بروطه دي يا ولد؟ مش قصدي يا ماما، بقول لك يا حبيبتي، مش انت كان نفسك نقضي يوم عائلي جميل؟ ايه رايك لو نطلع بكره الفيوم نقضي يوم عائلي جميل؟ بيقولوا بقت تحفه، وبرضه تغيري جو بدل ما انت قاعده زهقانه كده. نعم وانا بجد زهقانه، بس كمان مكسله اسافر. بقول لكم ايه، انا اليوم كده سيبه بكره تسافر لوحدها وانا عندي شغل. حد قال لك تعالى؟ ولا عاصم ما يسودش يا بابا، ده مهما كان بابا رب السفينه برضه، هو يقصد انك يعني تروح شغلك وتبقى تحصلنا براحتك، المهم رايك انت يا بطه. والله ممكن اسافر، بس نقول لي ياسمين تيجي معانا عشان تسليني. طب انا مش مسافر. خلاص ماشي ماشي. ها حسبي الله ونعم الوكيل. والله المانيا دي ما جابتش الا فريق الباير. ترمبه البنزين باظت تاني. ايه ترمبه البنزين باظت؟ ده انت لسه مصلحها من خمس سنين. شوف. طب والحل؟ نوصل للفيوم وابعت ونش يجي يشيلها. وهنوصل ازاي بس؟ ممكن نطلب اوبر. والنبي نعطينا بسكات، انت ايه اللي جابك اصلا؟
يا شباب عايزين مساعده ولا حاجه؟ اه والنبي كنا ايه ده؟ نادر باسم نادر باسم ايه الصدفه دي؟ في خناقه ولا ايه الموضوع؟ آه لا خناقه ايه؟ دولت عيلتي وكنا طالعين الفيوم بس عربيه اخويا عطلت. طالعين الفيوم؟ ده انت حظكم السما، ده انا كنت رايح الفيوم اصطبط. تعال تعال يلا بينا اركب يا ماما. اركب ايه؟ هنركب معايا؟ اه اه صاحبي صاحبي اركبي. بس ايه الروشانه دي كلها؟ انت رايح تصطبط ولا تشقط بط؟ مساء الخير. مساء النور. متشكرين قوي قوي. على ايه؟ وحضرتك تعرف الولاد منين؟ ها؟ منين؟ منين؟ آه ايوه هقول منين؟ منين؟ من المدرسه. كبير من نادي يا ماما. نادي ايه؟ ما انا عارفه شله النادي كلها. بس يا رخمه ده مش من شله النادي، ده كابتن نادر مدرب الشيش. مدرب شيش ايه؟ راح استبط يبقى مدرب شيش طوق. مظبوط. كنت تسمي التمرين بتاعه من اخر النادي والله. بعد اذنكم بس اخويا بيتصل. لا اتفضل. الو. ايوه يا رامز. ايه حادثه بيتحلقوا في الشارع؟ يعني ايه؟ يعني ايه؟ تعالك حالك. انا مجنون. ده في ايه؟ اخواننا اخويا بتطحنا يا جدعان في الشارع. اخوك مين؟ اروح له لحمه ودمي. لا يا جدعان. خير يا رب. طمنوني. امكم ايه؟ طمنوني على امكم. هي جوه مع دكتور بليغ بيكشف عليها. عملتوا ايه في امكم يا سفله؟ احنا نأذي امنا؟ شايف عاصم ابوك بيقول ايه؟ ايه اللي بيقوله ده؟ معلش مراته برضه قلقان عليها. يا سلام مش صاحبك ده هو اللي هيكلف. بس يا بنت بس يا بنت صاحبكم؟ اه هتصدق واحده يا سياره. طمني يا نفس. الحمد لله يا فندم. مدام سميه زي الفل. الدكتور جوه بس بيديها حقنه وان شاء الله تروح معاكم النهارده. يعني الحمد لله البيبي كويس؟ تمام وزي الفل وفي مكانه. كل اللي حصل بس ان مدام سميه ضهرها كان قافش عليها شويه. قافش؟ ما شاء الله. يعني انت ما بتجيبش خبر وحش. ثلاثة بالله العظيم اللي اشوفه منكم يقرب لسميه تاني لعرقشه بسناني. بقى هو ده جزاة الخير؟ كل ده عشان خدنا امنا الحامل نفسحها في الفيوم؟ وايه اللي حصل؟ عربيه افرس. معلش انا بزعجك اسالك تاني. اتفضل. يعني الحمد لله الام والبيبي سلام يا فندم. مدام سميه في الشهر الثالث كده الحمل ثبت تماما. اول ما ميرفة ترشحت حضرتك انا ما ترددتش خالص ان انا اقنع شادي ان هو يجي لك، لان هو ما بيحبش يروح لدكاتره، بس انا بثق في راي ميرفة. انا ما بقاش عندي ثقه في حد. ما حدش يثق في واحده ست ابدا. لا ستات ولا رجاله. من فاته منين؟ الدنيا من فاته. والله عندك حق يا استاذ شادي، في الزمن ده فعلا صعب تلاقي حد تثق فيه. ايه ده يا دكتور؟ انت بتشجع شادي على اللي هو بيقوله؟ لا انا قصدي يعني ان استاذ شادي اكيد راح لكذا دكتور قبل كده وما لقاش نتيجه، فحصل له انعدام في الثقه. انا مش عارف منال مصممه ليه على موضوع الخلفه. هنستفيد ايه لما نجيب طفل بريء في دنيا مليانه كذب وخداع وخديعه؟ الله يا استاذ شادي، انت بتقول حكم يا استاذ. حكم؟ بونبوني؟ شكرا. حكم ايه يا دكتور؟ احنا جايينك عشان نخلف ولا تقفلنا من الدنيا واللي فيها؟ اصل الصراحه يا مدام دي نفس وجهه نظري، وبعدين كلامه مقنع الراجل. مقنع ازاي يا دكتور؟ شادي عنده اكتئاب عشان احنا اتاخرنا في خلفتنا، تقول لي كلامه مقنع ازاي يعني؟ لا 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 مش لدرجه اكتئاب يا استاذ شادي. فك فك يا استاذ بونبون يا استاذ شادي. ناخد حمرا المره دي. اتفضل. تفائل يا استاذ شادي، انا عايزك تتفائل. انت بس لما هتمشي على الادويه اللي انا هكتبها لك ان شاء الله يعني هيبقى في نتيجه، وربنا قادر على كل شيء. فعلا ربنا قادر على كل شيء. ده حتى ميرفت قالت لنا ان امك حامل في الاكسترا تايم. طيب اتفضلوا بقى عشان عندي عينين تانيين. دكتور حك اتضايقت من حاجه؟ يا ستي ولا اتضايقت ولا اتنيلت، مع السلامه عندي عينين تانيين. يلا يا ستي الله يبارك فيك. يلا مع السلامه. شكرا على جونجوني. العفو يا حبيبي. جونجوني اسمه بونبوني. يلا مع السلامه. ايه ده ايه ده ايه ده؟ انت قلبت دكتور دايت ولا ايه؟ وزباين داخلين وزباين خارجين ولا على بالك اي حاجه. ايه ده ده تقول لها ايه؟ دي عياده. اه مش عياده اخويا. مفيش سجاير هنا. ادي يا سيدي السجاير. قول لي بقى هنعمل ايه في المصيبه اللي احنا فيها؟ ولا انت جبت اخرك عبقرينه؟ مفيش فكره جديده؟ انسى.
امك دلوقتي دخلت في الرابع، يعني اي محاوله من اياهم هيبقى فيها خطوره على حياتها. يعني ايه؟ هنستسلم خلاص؟ لا، ما احنا لازم نفهمهم بالراحه كده، نقول لهم ان احنا رجاله كبار ولينا اصحابنا ومعارفنا، وموضوع حمل ماما ده هياثر على شغلنا، فعشان كده لو هيتعرف يبقى يتعرف في اضيق الحدود. ولاننا البرنامج الاكثر مصداقيه، فريق الاعداد وصل لقصه غريبه جدا. خلينا نبتدي بدكتور بليغ حمدي، هل عادي ان يحصل خلفه او حمله لحد في سن مدام سمية؟ اشوف، هو في الحقيقه هو شيء مش عادي طبعا، لكنه بيحصل احيانا. الميكروباص اللي بره ده، وايه الكابلات دي؟ ايه ده؟ بالنسبه للاستاذ كامل، ممكن تحكي لنا عن شعورك لما عرفت الخبر؟ الحقيقه انا قلبي كان هيقف من الفرحه ومن خوفي على حب عمر. ربنا يخليك ليا. مدام سميه، عملتي ايه لما عرفتي الخبر؟ انا بصراحه اتلخبطت جدا وتخضيت واستغربت وكنت خايفه قوي ومكسوفه، بس الحقيقه بعد ما الدكتور بليغ طمني وشفت الفرحه في عينين كامل، الحقيقه انا كمان كنت فرحانه قوي ومش مصدقه نفسي. طيب بالنسبه لاولادكم، يعني انا عارف ان هم رجاله كبار وكده، يعني موضوع الحمل ده ما سبب لهمش اي ازعاج اطلاقا؟ دول فخورين بابوهم طبعا. انتاجنا يعمل ازعاج؟ الله، اهو الاولاد اهو، تعالوا اولاد تعالوا. طب نعمل ميك اب؟ طيب يعني عاصم باسم تعالوا. اولادي الدكتور عاصم كامل والاستاذ باسم كامل. اولا دكتور عاصم، مبروك على حمل والده حضرتك. عقبال والده حضرتك. عاصم قول لي ايه اللي جاي ده هيبقى اخوك. استاذ باسم، هل حضرتك جاهز لاستقبال مولود جديد في البيت؟ جاهز ازاي يعني؟ البس بامبرز ولا احط بزازه ببقي؟ ايش شايف على العيله؟ على فكره عاصم وباسم فرحانين اكتر مننا ان هيبقى في بيبي جديد. ما شاء الله، ما هو باين فعلا. خليكوا قاعدين زي ما انتوا. ازاي ما عليك يا فندم؟ بخير. تحب حضرتك نبدأ بأفكار حملة إعلانات الأوت دورز ولا نتفرج على السبوت الجديد؟ لا مفيش داعي، هو من ناحية الفرجة فأنا اتفرجت. واضح إن ماما الأعلى مشاهدة. طب يا أستاذ أحمد، إحنا هنكرر الدواء تاني وأحتاج أشوفك كمان 15 يوم. بإذن الله يا دكتور. تفضل. شكرا يا دكتور. لا عفوا. سلام. مع السلامة. عوض. أيوة يا دكتور. أيوة. هدخلك اللي بعده؟ لا ما تدخلش حد، انا مش قادر. اطلع اعتذر للناس اللي بره، اقول لهم الدكتور تعبان. ده الدكتوره ميرفي كانت عايزاك. ادخلها ولا لا تعبان؟ لا تعبان ايه، دخلها طبعا. يلا بسرعه، متنح ليه؟ دكتوره ميرفت. ايوه اتفضلي. ميرسي عوض. اتفضلي. صباح الخير. صباح الخير يا دكتور. ادخل يا مياسي. اهلا وسهلا. اتفضلي يا فندم. اتفضلي. عامل ايه يا دكتور؟ تمام. انت اخبارك ايه؟ انا الحمد لله. ايه الموضوع؟ ام ياسين عندها مشكله، واول ما عرفت ان انا اعرفك صممت انها تقابلك على طول. ايوه بس انا دكتور امراض ذكوره. ايوه اعتقد دكتور بليغ هيبقى افيد، هو دكتور امراض نساء. لا انت ما انتش فاهم يا دكتور، انا مش عايزاك انت، انا عايزه بابا وماما. نعم. انا داخله على الستين وما جبتش غير ياسين ونفسي اخويه، فكنت عايزه اعرف بقى ابوك وامك عملوها ازاي. خدي ام ياسين واطلع بره يا دكتور. ليه؟ خدي ام ياسين واطلع بره، بدل ما انا اللي هوريك هم عملوها ازاي. انا تحب اشوف عملوها ازاي. في ايه؟ سوري سوري، احنا قلنا ايه غلط؟ انا اسفه جدا. شايفاهم بتشاو ازاي؟ الولد طالع شقي قوي زيك. الولاد جم. ولدتي؟ ايه ده؟ السونار عملته النهارده. توأم. توأم؟ تليد وبريهاند. يعني ايه بريهاند؟ يعني انت مستغرب ان في بريهاند ومش مستغرب ان في واد اسمه بريد؟ ده بريد ده اتلغى يا بابا. تليد. على العموم الف مبروك، تربوا في عزكم. وفي عزكم يا حبايبي، مش انتوا اخواتهم الكبار؟ بابا ماما، احنا كنا جايين وعايزين نبلغكم قرار مصيري. خير خير، قول يا حبيبي قول. احنا هنسيب البيت وكل واحد فينا يعيش لوحده. تهددونا كباتن ولا ايه؟ في 60 داهية، الباب يفوت جمل. استنى يا كامل، انتوا بتعاقبوني عشان انا حامل؟ طب انا ذنبي ايه؟ ايه الغلط اللي انا عملته؟ ايه اللي بايدي عامله وما عملتوش؟ حرام عليكم تعذبوني اكتر من كده. انا بقى اللي هسيب لكم البيت ومحدش عرفني طريق ابدا. إيه؟ ماما. ماما في ايه؟ مالك مالك؟ ما تزعليش نفسك، دول من دلوقتي مش ولادنا. لا يا كامل لا، ما تقولش كده، اللي في بطني ولادي وهم ولادي، وانا مش هسامح نفسي ابدا لو حد ساب البيت. عاوزين تأذوا امكم؟ خلاص يا ماما.
احنا هنعمل اي حاجه ترضيكي. اللي يرضيني ان ما حدش منكم يسيب البيت ده غير وهو متجوز ورايح على بيته. متهزريش بقى. طب بقولك ايه، اقفلي عشان شكلي دخلت بيت غلط. انت كمان ممكن نفهم ايه اللي عملتوه ده؟ ايه ده، مفيش مساء الخير؟ بالهداوه بالهداوه بابا، انتوا ازاي تاخدوا اوضنا؟ انا حر، ده بيتي. ايه الرد ده؟ ايه ده يا كامل، هو انت ما قلتلهمش يفضوا اوضهم؟ حبيبتي اقول لهم ليه؟ انا حر، ده بيتي. عرفنا انه بيت ده محدث قوي. معلش يا حبايبي، اصل اللي جايين ولد وبنت، يعني لازم لكل واحد اوضه. طب الجوكر والكومي ده يعملوا ايه؟ ليهم اوضه فوق في الروف. روف ايه واحنا جايين نركب لك الدش؟ وبعدين الاوضه دي هتكفينا احنا الاثنين. يا حبيبي ده مؤقتا. مؤقتا يعني ايه؟ هو هيبني اوضه تانية على الروف؟ الله، مش المفروض انك هتتجوزوا، او على الاقل واحد فيكم هيتجوز ويسيب الاوضه للتاني؟ ما احنا قلنا نريحك ونمشي، انت اللي هتقولي اصل مش هينفع. تاني برضه بتعيدوها؟ انتوا عايزين تموتوني؟ حرام عليكم، انا تعبانه، ده على وش ولاد. اه يا كامل، لا 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 ولا على ما فيكم اركبوه. يلا اتفضلوا، يلا في داهيه، هننام دلوقتي عشان صاحبين مسافرين. مسافرين رايحين فين؟ انا حر، ده بيتي. ايه اللي ده بيتي؟ وانت مسافر بالبيت ولا ايه؟ مسافرين رايحين فين؟ رايحين اسكندريه. ماما على وش ولاده، خلاص نفسيتها تعبانه شويه. كبولتي هي؟ روحي. عايزه جندفلي. في ايه يا ابني مالك؟ طب انت عارف ان انا لو لقيت واحد زي باباك ده همسك فيه بايديا وسناني. هو فعلا يليق عليكي. طب تصدقي يا ياسمين، انا ساعات بحس ان بابا ده عامل مصيبه ولا كارثه، فبيعامل ماما كده عشان ما تكشفوش. مصيبه زي ايه؟ متجوز عليها، مصاحب مثلا، اصل ما فيش كده. ليه يعني يا ابني؟ عشان خدها وسافر؟ على فكره بقى في زي باباك كده بس قليلين، معظم المتجوزين بعد اول سنتين كده بيبقوا مش طايقين بعض. بس عندك واحد زي باباك، بص بيعامل مامتك ازاي. لا وعامل كمان. ياسمين انت مستفزه بجد. اهو الحنين بيتصل يا ست. ايه بس يا حبيبي مبروك، احنا اول ما وصلنا اسكندريه مامتك ولدت على طول. اخواتك ما استنوش حتى للتاسع، خد اختك بريهان انت عايزه تكلمك. حمد لله على السلامه يا ماما. حمد لله على السلامه يا حبيبتي. الله يسلمك يا حبيبي. بابا قال ان الولاده كانت سهله، الحمد لله. اسهل من ولادتكم كامل. يا عمتي بص البيري شبه باسم ازاي؟ بعد الشر، انت عايزه البنت تبور ولا ايه؟ للاسف باسم شبهي، لكن بريهانت وتليد شبهك انت يا قمر. الف الف مبروك، عقبال ما تفرحوا كده بولاد ترهم وبليد. بليد ايه يا باجا مد؟ لا مؤاخذه يا باشا، لسه ما حفظتش الاسامي. اتفضلي يا هانم المغاد. لا 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 لا، بص بقى يا كامل، انا من ساعه ما حملت وانت عمال تزغط فيا ولسه واكلين فطير، انا مش قادره لا اكل ولا اشرب. اجيب لحضرتك شويه حلاوه طحنيه؟ لا اعملي كوبايه حلبه افيد للرضاعه. حاضر. ايه يا اولاد، هو انتوا مش هتشيلوا اخواتكم؟ خدي يا باسم، خدي يا حبيبي، شيل اختك سما. ماما اصل انا بصراحه بخاف اشيل عيال صغيره. تخافش يا حبيبي، انا جنبك. بك امسك امسك. بلاش يا ماما. ولد يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. سمي سمي. خد انت كمان يا عاصف. ما خلاص معانا واحد يا بابا. بسم الله الرحمن الرحيم. بيه لحظه يا حبيبتي، نرتاح فوق شويه. لا ما دول جم في راحه دول. اوه
كده كتير والله مش ناقص زن. يعني مش كفايه قاعدين في اوضه الكلب؟ بس يا حبيبي بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه بس؟ لا 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 انت ماكله العيال دي ايه؟ يعني هاكلهم ايه؟ رز وبسله اكيد عندهم مغص. يا جماعه حرام عليكم والله مش عارفين ننام. يعني اعمل ايه؟ اخواتك تعبانين وانتوا واقفين هنا ليه؟ ما تخشوا يا جدعان تنيموه في اوضتكم، انا عندي شغل بدري. صوت يا حيوان، اخواتك هي ناقصه. باسم انزل بسرعه اجري لهم كراويه. ايه انا اعمل كراويه؟ امال ادريس فين؟ ادريس نايم في سبع نومه، وبعدين ده يومه بسنه. اخلص. على فكره ادريس شكله مش هيعرف يسد معانا في الوضع الجديد ده. وبعدين سعيده فين؟ مش قالت هوني وارجع؟ ما تكلميها. كلمتها طبعا، ولدت ووالدتها كانت صعبه قوي وتعبانه ومش هتنزل الشغل تاني. طب بقول لكم ايه، احنا لازم نشوف حد يساعدها. انت لسه هترغي؟ انزل اغلي كراويه. يلا يا باسم اخلص. عاصم ايه يا بابا؟ انزل بسرعه، روح الصيدليه هات لاخواتك ماء غريب جدا. ليه ماء غريب جدا؟ ما باسم اكيد هيعمل لهم كراويه غريبه جدا. ايه الرغي ده؟ يلا. طب يا بابا كلمهم في التليفون خليهم يبعتوا الحاجات دليفري. ليه وانا بطلب كنتاكي؟ انزل يلا بسرعه. هو الزن ده ورايا ورايا يا عوض. عوض ايوه هدخلك بقى كشوفات. ما تدخليش حد، انا عايز انام. وبعدين في الست مرفت دي، هو احنا مش كنا اتفقنا وظبطنا المواعيد؟ هنديهم بقى كل الادويه اللي موجوده في الروشتة دي ان شاء الله مش هتتكرر تاني ابدا. حرام عليكي كده. عاصم ازيك يا حبيبي؟ صباح الخير. صباح الفل. اخواتك زي القمر يا دكتور عاصم. والله انت القمر. ازاي يا عاصم ما تقوليش ان عندكم دكتوره شاطره كده؟ فندي هو انتوا ايه اللي جابكم هنا؟ مش اخواتك طول الليل ما نايموناش، قلنا نيجي نطمن عليهم. وبعدين انت ايه اللي مزعلك قوي كده يا اخي؟ ده انت كنت مغلبنا وانت في سنهم. والله يا دكتوره ميرفت. مش ميرفت برضه؟ ايوه والله. كان بينزلنا في انصاص الليالي من يومه وهو مقرف، قعد يومين عنده اسهال، مش كده يا سمسم؟ اه واسهاله كان لونه اصفر وريحته وحشه. خلاص يا ليه اللون؟ ليه بتذكري اللون يعني؟ اسهال هيبقى اوليف اصفر. يلا يلا مع السلامه. يلا يلا يا ماما. نورتوني وشرفتوني. باي باي. الف سلامه عليكم. الف سلامه. اه يا دكتور. نعم يا حبيبتي. ما تنسيش بكره. لا اكيد هاجي ان شاء الله، مش هنسى. مستنياكي. اوكي باي باي. دكتور معلش. نعم. هو ايه موضوع بكره ده؟ الاسبوع. اسبوع مين؟ اخواتك بريهانت وتاليد. الله يبارك فيك يا فندم، نورتونا. حلوه المامتها زي حبيبتي. ربنا يخليكي. نورتونا وشرفتونا. عقبال اسراء وخالد. اسراء وخالد مين؟ دول ما بيخلفوش. قلت اقول اي حاجه بقى. اعمل ايه؟ يتربوا في عزك يا طنط حبيبتي. زي القمر. عقبالي يا رب ما يكبروا كده وتفرحي بيهم وتجوزيهم. مش لما افرح بالكبار واجوزهم. ما كفايه فرحتك بجوزي كمان. مبروك يا سميه حبيبتي. يا واد يا تالت. تاليد. انا خالتك يا ولد. ونايم. ايوه الواد ده طالع حلو كده مين؟ شكله كده هيقطع عليكم. هيقطع عليك. مبروك يا انكل. مبروك يا طن. شكلهم كيوت قوي. عقبالك يا رب. عقبالك يا رب بقى. اسمع كلام امك، ما تسمعش كلام ابوك. ما تعصبش عليا يا نبيله. طب اسمع كلام ابوك وخالتك. يا سلام. انت واقف هنا ليه وسايب الاسبوع يا دكتور؟ مفيش، حسيت يعني اني مكسوف. ايه السبب؟ انت عايزه واحد شحط في حالتي دهيت امه تبقى مخلفه توام ويبقى مبسوط مثلا؟ طبعا. ربنا بعت لكم هديه على فكره. هديه ازاي يعني؟ لا ونعمه كمان، عشان انت في تخصصك ده بيعدي عليك ناس كتير جدا علشان تساعدهم عشان يجيبوا طفل واحد بس. والله دي قناعتهم، ومش شرط بقى عشان انا شغال الشغلانه دي تبقى دي قناعتي. زي السباك مثلا بيسلك البلعات عشان دي شغلته، مش عشان بيحب البلعات. ايه ده؟ لا ده مثل صعب قوي يا دكتور على فكره بجد. بلعات؟ ايه اول حاجه حسيتها كده لما شفت اخواتك ولمستهم؟ يعني عادي يعني شلتهم وانا اول لما مسكتهم ويعني ضميتهم على صدري كده اشعرت. عشان ده الحب الحقيقي، ده حب بريء، ده الحب البيور ما فيهوش اي مصالح. مفيش حاجه اسمها حب. لا في حاجة اسمها حب.
وبعدين الموضوع ده محتاج كلام كتير قوي. بعدين بقى ممكن بقى ندخل دلوقتي؟ هدخل اعمل ايه؟ احضن اخواتك كده وافرح بيهم مع الناس. في ايه؟ هيا يا عم الرخ مالك مبوظ كده ليه؟ يا بنتي سيبيني في حالي، هو انا ذنب عليا انك بنت خالتي؟ طب بذمتك يعني ما نفسكش تخلف ملوطه اموره زي دي؟ لا ما نفسيش ومش عايز. ومبطي مبطي. الو يا هايدي، استني اخلص بس من المورستان اللي عندي ده وهجيلكم. انا محتاجه افك اصلا. يلا باي. نازل تسهر طبعا. ما سهرش ليه وانا ورايا مذاكره؟ طب اعمل حسابك ان احنا عندنا ميتنج بكره مهم جدا في الشركه مع مازن، ومازن ده كلاينت مهم جدا وقعدت فتره طويله على قناه ان هو يجي يشتغل معانا. انت بتنتجي الف كلمه في الدقيقه، هو انت انسان آلي؟ هتلاقيني موجود هناك قبلك. واسكتي بقى. منشوف. حياتي حياتي. باكيبو. الحمد لله على السلامه يا مدام سميه، بقالنا فتره كبيره قوي ما شفناكيش. هعمل ايه، كان لازم استنى شويه كده لغايه ما حبايبي دولت يشدوا حيلهم. ها طمنيني ايه الاخبار؟ تمام، انا نفذت كل اللي حضرتك كنت بتقوليه لي، وشغل معرض دبي جاهز وفي المخازن. تحبي حضرتك اشحنه؟ لا استني شويه. هاتي مين حبيب ماما؟ مدام سميه. اهلا يا ابو صقر، كيفك؟ صار لنا زمان ما سمعنا صوتك. بقول لك ايه، بصراحه انا بفكر السنه دي اعتذر عن المعرض. كيف؟ انت منتجاتك حققت اعلى مبيعات العام الماضي. لا تعتذري يا مدام سميه، ترى خساره ليك ولينا. دي العلبة الجديدة اللي احنا صممناها، بتهيألي ألوانها فاني أكتر من العلبة القديمة. برافو عليك يا ياسمين، العلبة تحفة الصراحة، أنا مش عارف ما اشتغلش ليه معاكي من زمان. على فكرة يا مازن، العلبة دي تصميمي أنا وياسمين، تعبنا جدا عقبال ما لقينا فكرة مناسبة. واضح واضح المجهود. المهم، تحب نمضي العقد امتى؟ مش هينفع دلوقتي عشان عندنا حملات لشركات تانية كتير، هنبقى نشوف وقت مناسب والسكرتاري هبلغ. لا طبعا مازن ليه الأولوية، احنا جاهزين نمضي في اي وقت. اوكي لو كده هستناكي بقى تعدي عليا بالليل تجيبي معاكي العقود، بعدين عشان القانونيه، ولو كده نبتدي شغل. شور. باي باي باي. يلا باي باي. مبروك. مبروك على ايه؟ وبعدين انا مش فاهم ايه موضوع بالليل ده. انا اعرف مازن من زمان وكنا كلنا شله واحده، متعودين نخرج كلنا بالليل، عادي نروح سينما، نقعد في كافيه، عادي يعني. لا مش عادي، وانا هقول لخالتي. انا ماما تعرف على فكره، وبعدين انا بعملش حاجه غلط، وبطل شغل العيال الصغيره ده. شغل العيال ده بتاعك انت، انا راجل بشتغل شغل جد. مش شايفاك بتعمل شغلك بصراحه. هاي بيب. انا رايح اشوف شغلي. مالك يا باسل؟ انت اللي جابك دلوقتي؟ معاك ستاف. ناخد بالليل، فاهماني؟ اوكي؟ اوكي ده. دكتور عاصم. اطلعي انت دلوقتي. يا دكتور عاصم. ايوه. ازاي حضرتك؟ اهلا، ازيك يا دكتور؟ عامل ايه؟ تمام. كنت عايزه اقول لك شكرا. تشكرين على ايه؟ عشان منال حامل. مين منال؟ منال صاحبتي، مرات شادي اللي انت عليك. منال. منال. ايوه صح صح. ايوه. الف مبروك. الله يبارك فيك. ميرسي. طيب بتشكريني على ايه؟ انا ما عملتش حاجه، شادي هو اللي عمل. ايوه مش حضرتك اللي ساعدته؟ ايوه صح. ايوه. الدكتوره ايه رايك لو يعني اعزمك على اي حاجه في اي مكان احتفالا بالمناسبه السعيده دي؟ انت عارفة ايه اكتر حاجة فرحتني في موضوع منال صاحبتك؟ اكيد طبعا الانتصار الطبي العظيم اللي انت حققته. لا مش كده خالص. كان واضح ان شادي ومنال بيحبوا بعض قوي، بس في شرخ بينهم عشان هي نفسها تبقى ام ومش عارفة بسببه. الشرخ ده على فكرة كان ممكن يكبر وينتهي بطلاقهم، حملها بقى انقذ حبهم. حبهم؟ هو في حاجة اسمها حب اصلا يا دكتور؟ في حاجة اسمها حب، صدقني طلع في حاجة اسمها حب، بس هي عشان لسه نازلة جديد فمش كل الناس عارفينها. يا ماما اللي بتقولوه ده مستحيل. ايه مش همك اسم المصنع؟ انا فاكره انا مخلفه رجاله يقفوا جنبي ويشيلوا المسؤوليه. سيبك منه يا سمسم، ده تافه. القمر بتاعنا الدكتور المثقف جه اهو. مساء الخير. مساء القمر. هاي تالي. هاي بيري. هاي عاصم، تعال شوف المصيبه اللي ابوك وامك هيعملوها. هيخلفوا تاني ولا ايه؟ والله فكره حلوه عشان برضو العيال يلاقوا حد يلعبوا معاه. لا عايزين يسافروا. طب ما يسافروا، سيب الناس تتبسط يا ابني. مالك يالا بارد ومبسوط قوي كده؟ يا اخي ما تسيبه مبسوط يا اخي، في ايه؟ ما هو ما يعرفش ان انتوا لما تسافروا هتسيبونا برهانت وتاليد. ايه؟ الواد ده بيتكلم جد ولا بيهزر؟ ميكس ما بين الاثنين. ميكس يعني ايه؟ نعمل ايه يعني؟ المؤتمر بتاع دبي اللي ماما بتسافره كل سنه، ما تروحش؟
ايه نسينا الهدايا؟ ما تتلموا خلاص، خدوا العيال معاكم وانتم مسافرين. اخد اتنين بيبيهات كده لسه لحمه حمرا، وانا هبقى مشغوله على الاخر. وبعدين ما تخافوش، عم عبده خلاص جاب لي مربيه هتيجي من بكره، بنت كويسه قوي وغلبانه، وبعدين الموضوع كله 3 4 ايام. باي باي يا حبايب بابا، توحشوني. باي باي. توحشوني يا حبايبي قوي، غصب عني والله. ما تضايقوش اخواتكم، ما تتشقوش، اسمعوا كلامهم. نجلاء خلي بالك منه. ما تخافيش والله مدام سمية، انا عارفه كل حاجه، ما تقلقيش. انا كاتبه لك كل حاجه في الورقه ومواعيد الرضاعه، اهم حاجه تغيري البامبرز عشان التسلخات. خلي بالكم دول اخواتكم صغيرين، احنا برضو ما نعرفهاش، دي لسه جديده. سامعاكي يا ماما. وبعدين لو عيطوا وهم مش جعانين يبقوا زهقانين. هما ايوه. ما تخافيش يا ماما، اكيد يعني احنا مش هنرميهم. عفارم يا اولاد كامل، انا مو البنت دي شكلها مؤدبه جدا، مش بتاعت مشاكل. اه لو عايزين تنيموهم غنوا لهم. امال احنا جايبين نجلاء ليه؟ عشان تسمعنا واحنا بنغني لهم. خلاص بقى. ها يلا باي باي، هتوحشوني. باي يا ماما. باي يا قلبي. باي باي. مع السلامه يا هاني. مع السلامه. سلامه يا باشا، ما تنساش تدعي لنا. ادعي لك في دبي؟ لا عينيا الاثنين حاضر، واجيب لك كمان جلابيه وطاقيه. اهم حاجه بقى يا استاذ خميس، عشان اللي بنعمله ده يجيب نتيجه، الدواء يتاخد في ميعاده ان شاء الله، والاستروكس هنبطله خلاص. ولادك اولى بالفلوس دي. ولادي يا دكتور. اه صح، انت ما بتخلفش اصلا. صح، معلش انا اسف. معلش اتفضل. ماشي يا دكتور، بالشفاء ان شاء الله. شكرا. عوض. ايوه يا دكتور. هات لي قهوه. حاضر دكتور. تحب اروح لدكتور ميرفت؟ عشان ايه؟ اصل لقيت النهارده زي شويتين. هات لي قهوه وشوف الكشف التاني ودخله. وتون سافرت؟ ها والله النهاردة الصبح، وبابا معاها كمان. كيوت، مش قادر يبعد عنها. طب وهتعملوا ايه بريهانت وتليل؟ لا ما احنا جبنا ناني، بس ايه، بنت محترمة ومؤدبة جدا. طب بقولك انا جعانة قوي، مش عايز نطلب لك برجر معايا؟ برجر ايه، ما كفاية انت عمالة تتخني. نعم. بهزر معاك. بقولك ايه، اما تيجي ننزل نتغدى سوا. لا ننزل ايه، احنا عندنا شغل كتير مش هينفع. الو هاي، ازيك يا مازن؟ بقولك احنا عندنا شغل كتير قوي. بجد؟ لا. طب انت عملت ايه؟ ايه ده؟ مين اللي بيعيط؟ مين اللي بيعيط؟ ها؟ ابي عاصم جه. ابي عاصم جه. انت تعيطي ليه يا عبيطه؟ تعالي حبيبتي تعالي. بسم الله الرحمن الرحيم. الريحه دي، انتوا اطفال ازاي؟ يا نجلاء، انت يا زفت يا نجلاء. في ايه يا دكتور؟ دكتور ده انت اللي دكتور. انت يا نجلاء سايباهم لوحدهم، وانا فختي رحت فين؟ كنت في الحمام. طب ما خدتناش ليه الحمام؟ ما خدتهمش ليه الحمام يا نجلاء؟ على الاقل يعني غير لهم البامبرز قبل ما تروح الحمام. انا مغيره لهم النهارده مرتين. وايه اللي مغيره لهم مرتين؟ ده انا يا شحت بغير اكتر من مرتين في اليوم. انت متنحلي ليه؟ اجري هات البامبرز يلا. يا ساتر عليك. اوف كف كف عليك. اوعى دم الغزال. معلش معلش يا حبيبي. الله الله، هو ايه اللي بيحصل في البيت يا دكتور؟ البيت دي شكلها تتعبنا قوي. اتفضل البامبرز. عنك يا ست الكل. واللي اتفضل، انت مش هتغير لهم ولا ايه؟ لا طبعا مش هغير، انا لسه حاطه مونوكير، يعني قدامه 10 دقايق عشان ينشف. لا وفي انواع بتقعد نص ساعه على ما تنشف. قول له غور يا بنت، امشي يا بنت غور من قدامي. يلا يا بنت انت نشفي الزفت ده وتعالي. الحد مانيكير هي ده عشان. يلا يا باسم. لا يلا ايه، افرد ابوك. طب واللي افرد ابوك. طب انت فهمت ايه يا حيوان انت؟ انا بقول لك يلا غير لاختك برهانت. طب بتهزر. يلا يا حبيبي قبل ما يجي لهم تسلخات. طب خلاص خلي انت معاك برهانت وانا غير لتليل. انت مجنون؟ انا دكتور امراض ذكوره، ما ينفعش غير لبنت. يا سلام، هي بالتخصص يعني انا بتاع دعايه واعلان اغير له في التلفزيون؟ عم ادريس، عم ادريس. عينيا. هو انت هنا؟ انا في كل حته. مالك يا عم ادريس ما تبص عدل؟ انا مشكلتي ان انا ببص عدل. طب بقول لك ايه، ما تقول لي فين الكراويه احسن، العيال بطنها مكركبه على الاخر. الكراويه عندك هناك اهي. مالك يا عم ادريس كده، ما تهدى وقول انا هديك. فيك ايه يا راجل؟ ما بلاش عم ادريس دي. امال تحب اقول لك ايه؟ قولي لي يا ديزو.
تعالي. يا ماما انتوا نايمين بتشخروا واخواتكم مفلوقين من العياط؟ ايه ده؟ وانت عرفت منين ان اخواتنا مفلقين نفسهم من العياط؟ ما انت عارف ان انا حتى كاميرات في اوضتهم. معلش يا ماما، ممكن تكون نجلاء نسيت تعمل لهم الرضعة. قوم شوف بيصرخوا ليه. حاضر حاضر يا ماما، ناموا انتوا واحنا نولع. يا بنت ده انا بشتغل الشغلانه دي تسالي. انت هتهجس عليا يا ادريس، والنبي ده انت شكلك بتكح تراب. طب لعلمك بقى، انا هحتكم في البنك على 300,000 جنيه كلهم ورق بميتينيات، وبيت في البلد دورين. انت بتتكلم بجد يا ادريس؟ اه والله، من ساعه مراتي ما توفت وانا وحداني. انت يا زفت يا نجلاء، فين الرضعه بتاعت بيري وتليد؟ باسم باسم، قوم اخواتك زمانهم صاحي. قوم اما المتخلفه اللي تحت دي جايبينها ليه؟ قوم قوم. بس 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 يا بيري، بس يا تريد. بس بس بس. صحتها. صحت مين؟ الهنم هربت مع ادريس. اقرا شوف اليخاندو ادريس كاتب ايه. هات. قولوا الأستاذ كامل ما يزعلش مني، ده خيره عليا، بس أنا كبرت وتعبت و... بكح ليه؟ مكتوب كده؟ لا إيه إيه دي عياط. محتاج أرتاح، وما صدقت لقيت في نجلاء الحب اللي بدور عليه. اتجوزنا وهكمل بقية عمري معاها. سي يو. أنا مش فاهم اللي بيحصل للناس في السن ده. أبوك وعم إدريس يا ابني، ده أنا بيجيلي شباب في العادة ما كملوش 30 سنة ومش لاقطين شبكة أصلا. لا والبيبي يقول لك أكمل بقية عمري معاها، ده لو بعت لها بوسة على الواتساب هيموت فيها. لا شكلها جعان قوي. امسك انا طالع. كتر خيرك، هتملون ببرونه؟ لا غير بقى عشان اروح المستشفى، عندي كشوفات مهمه النهارده. مستشفى؟ ما انا حبيبي لازم اروح الشركه، في عقود لازم امضيها. ايوه نعمل ايه يعني بس؟ ها كلم خالتك نبيله، هي بتموت في العيال الصغيره. انت زهايمر يالا ولا عبيط؟ ما خالتك نبيله في دهب بقالها اسبوع. هي ايه العيله المتصابيه دي؟ طب هنعمل ايه دلوقتي؟ جبت الببرونة معك؟ جبت البامبرز. خايف؟ مرعوب. يا ياسمين وزيرتي، يا بنتي مش معادنا مع مازن النهاردة في الشركة يمضي العقد. طب الحمد لله، انا جاي. ده خير 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 جدا. انا مش عاوزك تقلق خالص بقى يا استاذ رمزي، انا مر عليا حالات اصعب من حالتك دي بمراحل، ودلوقتي بسم الله ما شاء الله عندهم بالاربع وخمس عيال. اسمع من بقك ربنا يا دكتور، انت مش متخيل انا مشتاق للحظه دي قد ايه. الاطفال دول فعلا اعظم حاجه في الكون. جاهز صح؟ الرضعه يا عوض. ايوه دكتور. جاهز يا دكتور. جي 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 جي. بسم الله ما شاء الله. ابنك ده يا دكتور؟ ابني يا راجل، ده اخويا. طب ده انا كده اطمن بقى، ربنا يخليه لكم وتفرحوا بيه. عن اذنك يا دكتور. انت عاوزين انت عاوزين. بصراحه يا انسه ياسمين، الشركه اللي جت مسكت الحمله بعدكم شغلها مش عاجبني خالص. تخيلي من يوم ما مسكوا الحمله والاعداد بتزيد. انا مش عارفه، مش فاهمه الاعلانات بتاعتهم دي فيها ايه. ولا يهمك يا فندم، احنا جاهزين نرجع وفورا وبافكار احسن من الاول كمان. هايل. طب فين بقى الاستاذ باسم؟ هو قال ان هو يتاخر يا فندم بس عشان الدنيا زحمه، بس ما تلاقيش خالص، هو على وصول. صباح الخير يا فندم، اسف جدا على التاخير. ولا يهمك يا استاذ باسم، ازيك؟ بسم الله ما شاء الله، اخوك يا استاذ باسم. اخويا ايه يا فندم، هو حضرتك مش واخده بالك من الحلقه؟ انا قلت ملبسينه له يعني خوفا من الحسد. لا يا فندم، دي اختي. يا اختي على وحشتها، شايف الوحشه يا استاذ عبد الصمد؟ شبهك بالملي يا على الوحشه. تشرب ايه يا استاذ باسم؟ لا مش هتقل على حضرتك، شاي وسيريلاك عشان بري. بس نقفل البامبورز اهو خلاص.
مش شغلتك دي خالص يا دكتور. ممكن تسيبني انا اكمل؟ ايه يا روحي؟ لا لا خالص، خلاص 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 خلصنا. لا خلاص 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 خلصنا. هو تليد تعبان او حاجه؟ ايه؟ لا مش تعبان. هو شكله تعبان ولا ايه؟ خالص ما تخافش، اصل انت جايبه معاك المستشفى يعني. لا اصل احنا صحينا ما لقيناش المربيه، وبابا وماما مسافرين. طب بص، استاذ تليد هيشرفني في عيادتي لحد لما انت تخلص شغل، ممكن؟ لا يعني مش عاوز ازعجك. لا خالص طبعا. وبعدين هو انت ناسي مين بيزعج مين ولا ايه؟ انت طبعا. نعم؟ لا مش قصدي. وبعدين بصراحه يعني عيادتك ممله قوي بالنسبه له، وانا عيادتي فيها لعب كتير وحاجات حلوه، اكيد هيفضل يتبسط. بليز سيبولي. اوكي. ايه الحلاوه دي؟ ايه حلاوتك دي؟ ايه ده حلاوتك دي؟ شكلها كده عايز ينام. انا شغلها كرتون. لا لا كرتون ايه، دي لسه صغيره، سيبيها انا خمس دقايق واخدها ونروح. انت ناسي ان احنا عندنا ميتنج مع مازن عشان نمضي العقود؟ ياسمين بقولك ايه، ما تيجي نلغي موضوع مازن ده؟ احنا مش خلاص ربنا كرمنا ورجعنا نشتغل مع الوزاره تاني؟ هو انت بتتلكك يا باسم ولا ايه؟ بصراحه انا من الاول مش مرتاح للي اسمه مازن ده. ازاي يعني؟ الشاب هايل وسمعته كويسه جدا، وبعدين ناجح. ووسيم. وسيم؟ انت بتدافع عنه كده ليه؟ عشان هو هيبقى خطيبي يا باسم. خطيبك؟ خطيبك ازاي يعني؟ هو طلب ان هو يقابل بابا وانا وافقت، عشان بصراحه شايفه عريس ما يترفضش. طيب ماشي انا همشي بقى، باي. دكتور. نعم. تليت بيقول ان طنط ميرفا تعبت معايا قوي النهارده وعاوز اعزمها على العشاء. بجد يا توتي؟ ميرسي. موافقه. يعني اشوفك بكره ان شاء الله. باي. باي. ما غيرتش ليه؟ انت يا ابني مالك عامل كده ليه؟ ياسمين هتتخطب. وده يزعلك في ايه؟ مش عارف. انا بقى عارف، عشان احنا الذكور كده، طول ما الحاجه في ايدينا وقصاد عينينا ولا بنحس بيها، اول بقى لما نحس ان هي هتضيع من ايدينا نتجنن ونزعل. عموما ما تزعلش نفسك قوي كده، كلهم خاينين ولا يستاهلوا. رد على امك. طمني اخبار بيري وتليد ايه؟ كويسين يا ماما، تقلقيش، عندهم رضع كمان نص ساعه وهنغير لهم كمان بالمره. امال فين الزفت اللي انا جايباها؟ انا لما هرجع هيبقى لي كلام تاني معاها. لا ما انت لما تيجي مش هتلاقي زفته لان هي مشيت خلاص. مشيت ازاي؟ معلش يا حبيبي احنا ان شاء الله راجعين بعد بكره. توصلوا بالسلامه. أنا طالع نايم. ماشي. إيه ده؟ وتليد؟ عاصم 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 ليه؟ إخواتك سخنين وبطنهم سايبة. ازاي تسيبوهم يوصلوا للمرحلة دي؟ ايه الحالة يا دكتور؟ شكلها كده حالة تسمم. يلا على اوضة العمليات حالا، غسيل معدة فورا. يلا يلا يلا. عملياتي؟ انت بتقول عملياتي يا عاصم؟ انا عايز اعرف انتوا اكلتهم ايه بالظبط؟ اصل انا يعني كنت. ما تنطق يا ابني، انت اكلتهم حاجة بعد ما سبتك وطلعت نمت؟ الشوكولاتة. ايوه هم كانوا سهرانين مش جايلهم نوم، فدوقتهم شوكولاتة عجبتهم، لقيتهم لسه جعانين فجبت لهم علبة الكشري اللي كانت في التلاجة. الكشري دي بقى لها أسبوع في التلاجة. يبقى أكيد حمضان. لا والله أنا شكيت إنه حمضان، بس شميته لقيته كشري عادي. عادي إزاي يعني؟ دي أطفال يعني معدتها ما تستحملش العك كده كله. ربنا يستر. عاصم أنت فاهم إن أكيد أنت متخلف يا ابني، أعمل فيك إيه؟ استر يا رب. طمني يا باسم. Thank you.
هما لسه تعبانين، بس احنا بنديهم محاليل علشان نحاول نعوض اللي فقدوه، وان شاء الله مع الادويه حالتهم هتبقى احسن والحاله تستقر. يعني ايه نحاول؟ لو انت دكتوره فاشله قولي علشان اشوف دكتور تاني. ايه دكتور عاصم، انا مقدره جدا الموقف اللي انت فيه، اخواتك في حاله خطر وانت عارف ان كل حاجه في ايد ربنا. انا السبب. ان شاء الله يبقوا خير ان شاء الله. طب يا جماعه انتوا ممكن تروحوا، وجودكم مفيش منه اي فايده على فكره. لا لا لا، احنا قاعدين، احنا مش هنمشي من هنا غير وهم معانا. هم هيبقوا كويسين صح؟ ان شاء الله طبعا، اكيد هيبقوا كويسين. يا جماعه اطمنوا، ما تقلقوش خالص، الحمد لله بقوا زي الفل. الحمد لله. ربنا يطمنك يا ميرفت زي ما طمنتين. ان شاء الله لما اتجوز واجيب ولاد مش هلاقي دكتور احسن منك. طبعا تنوريني. تليد الحمد لله خف دلوقتي، يعني ما فاضلش بقى غير ان هو يوفي بعده ليا وياخدني نتغدى بره. لا نعم، انا عايزك تعرف ان انا اسف ان انا فكرت فيك، اسف اصلا ان انا افتكرت ان انت ممكن تبقى حاجه مهمه في حياتي. هو في ايه يا عاصم؟ عاصم ايه اللي جرى للاولاد؟ مش حاجه. الاولاد جرى لهم ايه؟ طمنونا. ايه الاخبار؟ ايه يا جماعه، مفيش حاجه، ده شويه تعب وراحوا لحالهم خلاص. يعني الاولاد كويسين؟ زي الفل الحمد لله الحمد لله. اسمعوا بقى، في حاجه مهمه قوي لازم تعرفوها. سميه انتوا مصره برضو؟ انا خلاص مش قادره استحمل. انتوا لازم تعرفوا الحقيقه. حقيقه ايه؟ ولادي شماوي علاج. كده برضو يا مدام سمية، هي دي الأمانة اللي وعدتيني انك تحافظي عليها؟ تكلمتيها برضو يا سمسم؟ مش لازم تطمن عليهم. ما تقلقش والله سعيدة، والله الولاد بخير وكويسين. وبعدين ايه الدوشة انت عاملاها وليا انت؟ ما احنا مدين لك فلوس تأمين لعيالك، يعني لو لا قدر الله حصل لهم حاجة هتاخديهم. ثواني، هو في ايه؟ ومين شيماء وعلاء دول؟ ولادي. واحنا مالنا احنا ومال ولادي؟ هو ايه اصله ده؟ ما هم اللي جوه دول شيماء وعلاء. ولادي ده انا كنت هموت وانا بولادهم، ده انا لسه تعبانه لحد دلوقتي. ولادها؟ انت يا وليا انت ايه؟ ما عندكيش قلب، ازاي تفرطي في ولادك كده؟ انا ما فرطتش في حد، انا مأجراهم اليوم ب 200 جنيه، قلت يعني ايه ياكلوا لقمه حلوه يلبسوا هدمه نظيفه، ما تحاسب كده انت وهو. شوف ولادي يا شيماء يا علاء. اظن اللعبه انتهت لحد كده، لولا ان انت ابويا وانت امي كان بقى لي تصرف تاني معاكم. احنا حسبنا مع دكتور الغبره اللي اسمه بليغ، ودين اللي علاه على باب المستشفى. استنى يا ابني، انت وهو بليغ مالوش ذنب. ايوه انا فعلا التحاليل بتاعتي كانت بتقول ان انا حامل. امال ايه اللي حصل؟ تحاليل امكم اتلخبطت مع تحاليل واحده تانية حامل بالفعل، وقبل ما جبنا النتيجه من المعمل كان الخبر انتشر في كل حته، يعني من الاخر كده حمل امكم كاذب. وبليغ كان هيقول لك يا عاصم، لكن احنا اللي طلبنا منه انه يكمل التمثيليه. طب ليه؟ ليه كل ده؟ عشان تتعلموا، عشان اربيكم. اتربى؟ ليه؟ واحنا كنا عملنا ايه؟ هو انتوا فكركم ان احنا ما فهمناش انكم قاصدين تسقطوا امكم؟ ايه؟ ايه اللي سقط؟ إيه؟ انت كنت بتعمل كده؟ انت مجنون ولا ايه؟ لا اخرس منك له. ايه يا دكتور؟ نسيت اللي حطيتهولي شوربه البروكلي؟ وانت يا استاذ صاحبك اللي كان ممكن يموتنا. مش قادر اصدق ان انا ممكن اهون عليكم للدرجات دي. مستعدين تاذوا امكم عشان خاطر انانيتكم وخايفين الناس هتقول ايه؟ طب افرضوا كان جرالي حاجه. ايه يا ماما؟ هيجرى لك ايه من البروكلي يعني؟ هيجرى لي ايه؟ هتستعبط؟ لا لا يا ماما، بعد الشر عليك. انت عندك حق، احنا فعلا غلطنا. عشان نصلح غلطنا هنمشي ونسيب لكم البيت. يلا ايه ده؟ استنى يا ولد، نصيبي في الميراث دي شيماء وعلاء. باسم يا دكتور. عاصم على فكره استنى بقى. يجيك راس راس. انا عايزه افهم تعمل كده ليه؟ في ايه؟ في ايه يا ابني؟ بتجرونا وراكم ليه؟ احنا كنا عملنا ايه غلط؟ يعني يا بابا تضحكوا علينا وتقولي ما عملتوش حاجه غلط؟ انتوا اللي حياتكم كانت غلط في غلط، خايفين من المسؤوليه، خايفين من الجواز، كارهين الاطفال، وشايفينه وجع دماغ. قلنا بقى نجيب لكم وجع الدماغ لغايه عندكم عشان تفهموا. انتوا عارفين ايه المشكله دلوقتي؟ ان خلاص ما بقاش في بريهانت وتاليت تاني. عندك حق، احنا حبيناهم
حبيناهم بجد، حبينا ضحكهم وحبينا زنهم، حبينا حتى اللحظه اللي كنا فيها بنغير لهم. لا ده سايكو ده. طب شفتوا بقى الخطه نفعت ونجحت اهي، وديكوا اتغيرتوا اهو وفهمتوا. اه اتغيرنا يا ماما، بس الظاهر مفيش نصيب. او يمكن اتغيرنا بس متاخر. في مثل انجليزي ترجمته ان تاتي متاخرا خيرا من الا تاتي ابدا. طيب يا طنط انا همشي، يلا باي باي. ياسمين انت رايحه فين؟ رايحه اقابل مازن عشان اجيب معاه الدبل. مازن ده اخرك تجيبي معاه شاورما. انت هتنزلي تشتري الدبل بس معايا انا. اخيرا كتك القرف. مبروك، فرحت قلبي. مليون مبروك. يا عاصم، عاصم مش تقول لاخوك مبروك؟ ابارك له على ايه؟ ده حمار يا ابني، افهم قبل الفرصه ما تروح منك. مع احترامي ليك يا ماما، بس البنات اليومين دول كلهم كدابين وخاينين. ثانيه واحده، هما مين دول الكدابين وخاينين؟ ما تبطل بقى تطلع عودك ومشاكلك دي على الستات. مش كل الستات خاينه خالص. طب ما تتحميش قوي كده عشان مش عايز اتكلم. لا اتحمق براحتي. في ايه؟ ما انا لو اتكلمت هفضحك. تفضحي انت مجنون ولا ايه؟ بقى مرض الشاب اللي كنت قاعده معاه في العربيه، واول ما شفتيه حبطت فيه. فين وازاي كده؟ انت ايه اللي انت بتقوله ده؟ ساعه لما كانت تريد معايا في المستشفى، ده انا حتى ما خدتش بالي. تريد هو اللي قال لي بص بص ببص عليك، لقيتك محبطه في الواد ومحضنه فيه. ده اخويا يا استاذ. ايوه، لان عربيتي كانت في الصيانه وكان لازم يروحني. انت عارف انا عامل فيك ايه؟ انا هسيبك لعقدك ومشاكلك وكلاكيعك المتخلفه دي. والله عندك حق. على فكره انا لو منى كنت اديتك على منى عشان تفوق. يا مؤقت عاصم اعمل زيي. انا اسف. سوري، ما قبلتش اعتذارك. هو مش حضرتك دكتوره اطفال؟ ايوه. طب انا عيل وغلطت، واجبك بقى وحتى ما عليك انك تعالجيني من كلاكيع وعقدي. ويلا بقى علشان ننقي الدبل معاهم. ايوه نفس العربيه الوفر. ماشي اوكي اوكي. بقول لك ايه يا روحي؟ ايه روحي؟ ادينا اطمنا على الاولاد، ما تيجي بينا نطلع العين السخنه شهر حكم. انا حاسس ان اعصابي تعبانه. ايه عن بقى وكفايه، لحسن مراتي تيجي بجد. ما تيجي جد. يلا بينا. ايه ايه عاصم؟ ايه يا بابا؟ انا بحس دايخه دايخه مش قادره. مالك يا ماما؟ مالك؟ حاسه بغممان ودوخه. غممان ودوخه؟ اكيد اكيد دي اعراض انفلونزا. ولا انفلونزا؟ امك شكلها حامل. حامل لا يا رب، بركاتك يا بليغ. لا يلا حبيبي يلا.